معيشي معيشي أكل أعيشي وصلهم كلهم وبالآخر سرد على بيتي ماشي نحلم نحملهم عالراحة نبعت لنعمل راحة اللي بيرتاحوا نحلم نسرق وعيالنا منا مرتاحة الشعب يريد سعودي واحد بالمية الشعب يريد نسبة إنسانية رغم كل احنا ما بدنا بدنا نزيد الحد الأدنى بدنا نعيش للحياة وناكل لأنه تتوقع الشعب يريد سعودي واحد بالمية الشعب يريد نسبة إنسانية يسعد صباحك نافذتك طول عمرك وإيديك نحنا من خيرك لحمك طافنا زيدك وشديد أنا عليك الشعب يريد سعودي واحد بالمية الشعب يريد نسبة إنسانية بدنا نعيش للحياة وناكل لأنه تتوقع يعطيكم العافية شباب خلص نشيط النقل يومي يلا بلش تنهار وكل واحد يروح على شغله الشقة يلا لشوف كل واحد على شغله لشوف انت كمان افكر على المطبخ ما انا كمان فكرك لوين على المطبخ ميوش بتحكي لي كلمة على جنب ماي متر عزك الله يخليك ما تنسيش موعد ابن عمي مع معالي دخيلك طلبة مني خدمة وعم بدي صفه انا فهمنا متر فهمنا صرت قايل لي اياها 100 مرة من امبارح لليوم فهمنا له كم متر هي التسكير مش النق ايه التسكير ما كثرة التسكير بتصير نق متر ما كثرته بتصير غير يعني اهتم فيه وخلي يعرض مشكلته لمعالي معطر وضعه ماشي زيادة وبدنا ندعمه ولا قدرتك فيكي ليش انا بيلي فيك وبابن عمك كمتري انا مش عارف كيف بدي اخلص من هالكارثه اليوم بكمتري بدي حقني بلا فيك هي اسبير ومالك شو بده ما فهمتش عليه مزبوط على السلولير كنني عطش افيش رسوم كل قدرت خطر بين التقطيش واختها انه ضروري ضروري قابل معلي ليه عبعرف شان قطش آه. ليش جا ايه الله يخليك صار خد لي موعد منه بحيث ضروري ضروري ايه هون قطش رجع جا انت شوفيره الخاص ومليش غيرك توصل لي له بحيث ضروري ضروري هون قطش لا كف عادي بحيث ضروري شوفه بقرب زمن قلت له البس كل تيبك وتعنهر الاربع يعني اليوم على الفيلا امجا لك لا كيف بطش تيجي اه ابعش اشبر ان شاء الله ان شاء الله تكون مشكلته لا حل عند معالي شو بيشتغل هو؟ ممثل ايه ما بعدين مشكلته الى حل بلحن وبكتب شعر كمان مشهور يعني مش زيجي مش محظوظ قلت له يجي على 12 ايه قلت له ما قطش اه بعرف شو قلت له يا كذا مره الا ما تكون زمطتش 12 شيء منهم ايه بتزبط لو وحده بتزبط يلا راح اجيب الست من صفحيه الفونداسيون بدكم شيء الله معك وخذ وقتك الله معك وخذ وقتك ماي ما علي رجع فات نايم تابع نومي ما عنده جلسه دخلي بلا وبعده نايم ما هي زيتها هون نايم وبالجلسه نايم لا قلتك ما هي زيتها هون نايم وبالجلسه نايم اسكت خلص بقى لأي متى بدك تضل تعيد وراي بتصدق اليوم كنت عم فكر انه لأي متى يا اصبر بدك تضل تعيد وراها ما خلص بقى مش معقول شو تبعك ما عندك راي ولو على طول بتوافق على راي غيرك ما هي مشكلتي تبعي ما عندي راي على طول على طول بوافق على راي غيري قول مش بايدك بس مش مزبوط هيك هو مش مزبوط هيك بس مش بايدي اصبر خلص بقى انا اليوم على اعصابي ما توترني اكثر مني موتره بشرفي اول ما جيت لاحظت عليك انك على اعصابك قلت يا اصبر ما توتر اكثر ما هي موتره مش عارفه كيف بدي اخبرها للست ليزا ايه هي مش هاني بس شو بدك تخبريها فيفو خويجها صغير شو بو صعد بالمدرسه صعد بالمدرسه مش شي جديد اخر السنه نحن باخر السنه اصبر وصعد بالمويان جنرال يعني بده يعيد سنته وين هيدا اصلا مين سالين لا مو لا بيو معهم خبره ليش هن بيعرفوا باي صف اصلا لا قلتك ما بيعرفوا باي صف ابنهم ما هي ما تعيدي وراي مش معقول شو تبعي استحليت تسألوا شي مرة عنه بالمدرسة ليش هن بيعرفوا طريق مدرسته هن لك حتى طريق مدرسته ما بيعرفوا هن حرام هالصبي بيوجع القلب إيه؟ لا بيو فضيله ولا أمه لا من ها ولا من ها بيو بيلو بالسياسة وبالمناصب الكبيرة بيو بيلو بالسياسة والمناصب الكبيرة وأمه بيلا بالغدوات والعشوات والصبحيات والظهرات والسفرات والاجتماعيات والبابازات البلا طعمة وأمه بيلا بالغدوات والعشوات والشوش وبعض العشوات اسبر لك ما كرشتيه ورا بعضه مش شوي شوي علي ما بدي عيد وراك مش ضروري تعيد لا مش ضروري ما حدا بيطلع بهالصبي فكرن اذا اعطيه مصاري وامنوا له الاشياء الماديه هيك بيكونوا عم يهتموا فيه فاكرين كل شيء بالمصاري ليش المصاري كل شيء صبي ناقصه حنان حنان ناقصه رعايه رعايه ناقصه اهتمام بيروح على المدرسه قبل ما يوعوا وبيرجع ما بيلاقي غير الموظفين بالفيلا لك بحبني اكثر من امه لك بحبني اكثر من امه ومن بيو فكروا اذا كبر له كل يوم 100 دولار على التخت هيك بيكون عم بربيه بالعكس عم ينزعوا كيف لي يا هالي ما عم ينزعوا طيب ما في الا نهار الاحد اللي بياخذوه صورتي هيدا اذا اخذوه صبي عم يعمل رده فعل تيلفت انتباههم وهن ولا على بالهم بال طيب كيف بده ينجح هيك طيب كيف بده ينجح هيك كل اللي بتعرفه حضرتك
انه ابنا بالماليزون ريجيونال دي ريس سوسيال، اهم ايكول بالبلد، بس لا تفشخ قدام انتوراجها انه ابنا بمدرسه فخمه اسمها كومي بالسنه، كلها اولاد وزراء ونواب ونستقاله، وغير هيك اسم المدير ما بتعرفه. لا 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 لا، وكل اللي قلتيهم وفوتك اسم المدير ما بتعرفه. اصبر ما بقى تعيد ورايي، عم بتضايقني. ضايقة ايه؟ لا انا عم عيد وراك. فكر معي كيف بدنا نخبر الست ليزا انه الخوجة الصغير سقط وبده يعيد سنته. انا عم فكر معي. فكرك هي رح تزعل انه سقط؟ اخر همها، هي كل همها شو بدها تقول لانتوراجها. ايوه انتوراجها. باي طريقه بدها تخبر الكمخات انه في فوق بالليزا ميسراني سقط؟ تحكي مثلها. هي شماتت انتوراجها. مدام بسيوني، مدام خليباني، مدام بزعوني، مدام خليفاني، والجمعية والأخوية والنادي والكلب والميسيون والفونداسيون، كل جماعة السيون. شو بدهم يقولوا؟ ابن سعد بالإيكول؟ نو نو نو. ليتي نو. جيبوه الحبوبة. لا تحبوب. ليش شو ناقصة عنه؟ كل شيء. اه ولا شيء. خلاص رح بمنعه على البلاي ستيشن 5، كنت موصلته على 6 رح بلغيها. يا حرام على ابني، بعده بيلعب بالقلة وبيخسر. بس طالع زلمة. ليش بده يصوت؟ شو ما عنده؟ ماشي. ما لأنه هيك. شو بعد بده؟ بده أم. بده أم وبي ينتبهوا له، يسألوا عنه ويحبوه. معك حق، يحبوه عن جد مش من برا لبرا. أنت أنت الحق عليك، مش عم بتدرسي منيح. مع مين عم تحكي؟ معي. لا والله عم بتدرسه من كل قلبي، أنا عم بسمعه من المطبخ. يا حرام، لك عم تباحي وتعد له الدرس، لك أنا حفظته، هو ما كان يحفظه، مثلاً. وطني تب تب ترارا ترارا تب تب ترارا ترارا تب، أنا بحبك يا وطني. برافو إسبير. في روح العب سمعته مو تمو. والله والله يا اسبير صاير بتحكي فرنساوي؟ قد ما عم بسمعك عم تسمعي له، يلا عيد مو تمو. لك اخ رح بتقول لي هودي الحكي ايه؟ مش مو تمو رح تغير كثير، انا بعرفها. هلا بس تجي بتشوف، مهم الحل. الحل عند الخواجه الكبير. خواجه نافذ. بيلقط لك على السيجار مع ضحكه عريضه. كيف؟ وبحلها بكلمتين. تمشي مثله. كله بينحل، حيش مكبرتيها والكاليزا، كله له سعر، شو حقها؟ بنية. المدرسة كلها شو حقها؟ بدك تشتري المدرسة؟ إذا مش هي صعبة، شو بيسوى؟ المدير ياخذي شو حقه؟ يا مي؟ نعم. اتصلي لي بالمدير عزميه على العشاء، ويا اسبر خدي دوري خدي دوري. نعم. حضر لنا عشاء سبيسيال ليوم الخميس، المدير جاي لعنا وبدنا نعمل منيمته. ما نحن ليه جايبينه لعنا؟ لنعمل منيمته. اسبر ما تعيد وراي. كله بينحل. يا ريت بتنحل هيك بيريحوني. بتنحل هيك بتشارطي هيك بدي اقول. مش بوتامو. لك انت صار لك سنتين هون، انا مكلخ سناني بالفيلا، نحن بيت زلمه بيشتغل بالسياسه وفهم كفايه، لشو لا يعلمه لابنه؟ ما هيك هيك رح يطلع وزير. انا بقول مش بهالبساطه. بتشارطي؟ لك على شو بدنا نشارط كاسبير؟ ما اثنيناتنا طفرانين، عن جاي يوصل معيشنا العظيم لعشرة الشهر. ما تذكريني بشرف تطلعي على الفاضي مش مبين بحدا، خلص بلا هالسيره. مزبوط اتفقنا نخفف ناق، وين بدنا نروح؟ ايوه اتفقنا انه ناق ما في. رجعنا؟ وبدنا نروح. وصلوا يا رب دخلك، اكيد هيدا متري جاي بالست، دخيلك يا اسبر خليك حدي بركي عستك. ما انا ليش حدك؟ بركي عستيني. بعد ما نشوف مين بدير بهالشرف. يا الله مش عارفه كيف بدي بلش له بالخبريه. اي خبريه؟ اسبير نو 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 ما بصير. أنا ليزا يصير فيني هيك؟ أبوسيب مين خبرها؟ يا شو بستي يا خيبتي، وين بدي حط راسي وين؟ بسيطة ستنا، طولي بالك، شغلة وبتصير. بتصير بس بتصير معي أنا؟ ولا ممكن؟ أنت خبرتها؟ لا إيش بعرفني كيف عرفت؟ ما تنسيش كازن. شربي ستنا وطولي بالك. ما بتمرق؟ لا ما بتمرق. هي ما بتمرق. شرشحنا، مزغنا، بهدلنا، شطفنا، بس مش هخليها تقطع سلامة. ما طيب ليه؟ إيه. شو عاملة أنا لربي؟ شو عاملة؟ ماشي. لا بزلني هالزل. ولد ولو ستنا بيضلوا ولد. لا مش ولد أبدا. قد الحمار. خلي لك ايه؟ انا اللي بدي ربيه. هو لازمه تربيه. بس تيطلع وجه بوجهه لفرجيك شو بدي اعمل فيه. ما هالمشكله، مش عم يطلع وجهك بوجهه. بدي احبسه. اوف هالقد؟ ايه، خليه يتشطط قدام كل الناس. لا ستنا حرام عليك. وهو مش حرام عليه؟ خلص مرت الجاي بعوض لك اياها. اي مرت الجاي؟ ما في مرت الجاي، بدي اشيله مطرح ما هو. ستنا طولي بالك. اصلا انا اخر همي هو، مش فرقني معي منه، يندفس، بس انا اللي تجرست. شو بدي اقول له؟ اعطوا غاجه. ايوه اعطوا غاجه. اي طريقه بدي اخبر برميغولاسيو؟ يا شمتك مدام بسيوني، مدام كليباني، مدام بزعوني، مدام خليفاني، والجمعية والنادي واللجنة والميسيون والفونداسيون، كل جماعة السيون. شو بدهم يقولوا؟ هلا زابطة معك مو تمو. أنا
ليزا ميسراني مرته للسياسي الكبير نافز ميسراني، ام لفيفو نافز ليزا ميسراني، تلميذ ماليزو ريجيونال دي ريش سوسيال اهم مدرسه بالبلد. نفذتها غلط، كل اولاد وزراء ونواب وناس استقاله وعند ملايين المعارف والملايين بالمصارف يصير فينا هيك. نو نو بعتي وحده نو قلت لك جيبوا لي حبوبه. ثلاث حبوب ليش منقصه عنه؟ انا شو منقصه؟ كل شيء ولا شيء. مصاري دهرات صبحيات غدوات عشوات تبرعات. انا عرضك كانك كذبتي لها. شو بدها تقول؟ بس صرت حافظتها. لا وعو لنافذ على السريع، خليه يتصرف. ستنا طول بالك كرمال صحتك، لا اول حدا ولا اخر حدا بصير معه هيك. انا تشرشحت قدام الناس كلها، فليت من الصبحيه وراسي بالارض. انا يقعدوني على الطاوله بعيده عن البيست 10 متوره. انا اول طاوله طاولتي لازم تكون. ليش مش احسن مني مدام بليباني مهرمي حد البيست؟ مش احسن منك اللي كانوا قراب على البوديوم واذا اورونا وينيشوني بنظره شمت انه طيبوتي؟ نحن اول عالم قاعدين وكلاس وانت بعيده مع الرتش. هيدا حرب على بيتنا، على تاريخنا، على موقعنا. هيدا نوع من تحطيم لانجازاتنا الاجتماعيه، كله من ورا هالمرت رئيس الجمعيه. حط الاسامي معزقوم دون اي اعتبارات مقاميه وقعدنا بعيده من كل هالنسوان العاديات. ومين كان على طاولتي؟ مرت مدير بنك، مرت مدير شركه، مرت دكتور مدري مين ودكتور مدري شو. شو هالمستوى هيدا؟ انا مطرح قدام مع السياسيين بقعد على طاوله لانهم فضله على البلد وعلى المنطقه وعلى شبيت اللي اختلفت. قعدتني ورا. لا 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 قعدوكي ورا. انا الحق علي ما كان لازم روح على الصبحيه. شو رحتي؟ تجي وحده قاعده حد لابسه هونيك شرش على الطاوله بايدها ساعه حيط عطيكه وبكل وايحه. شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ بتسلم علي. يعني شو؟ وبتقلي انا مرته للنحات خالد زنور. قاعدين نحد مرت نحات كلها غبره اصلا مثل الصخره شكلها، مش هيك حبه هي اللي بدها نحت. ما تكوني كسلانه يا ليزا. ما تكونش مثل ابنك. امتى صرخت على العالي؟ مين المسؤول هون؟ بتكب الابره بتسمعي رنتها. مدام ميسراني عم تحكي وركضوا صوابك اللون. مر يا ست. شو في يا ست؟ انا هيدا محلي هيك الاسامي محطوطين ستنا. وين رئيس الجمعيه؟ بتولد. خليه بتولد ويتروق جوا كمان احسن له، لانه اذا طلع بوجهي رح خليه يلعن الساعه الغلط فيها وقعدني هون. اتهو عليكم يا بلا ذوق، اتهو على هيك جمعيه. وخليت نتع وانا وفيلي وقعد بكعب الساك الكبيت والصحون كانوا على الطاوله المدوره اللي كانوا زتين عليها. وقع العصير على تيارات النسوين وبقالك هتزعوا وتملعلع وانا نازله بسبيت بالفرنسيه طبعا اكيد ما بحس بالعربي. كلهم وقفوا الا مرت النحات بيت مثل الصخره قاعده وعم تشيل عصير على تياره الموديل 76 كلكلو. وانا اقول يا عيب الشوم، كلهم ضامنوا معي عيب الشومتي وصارت مثل الصدى اسمعها من النسوان بالصبحيه. يا عيب الشوم يا عيب الشوم يا عيب الشوم. ما تفلي ستنا، بديله لنافس خليه يربيكم ويبهدلوا لهيدا رئيس الجمعيه ليمر مغلو ملا خيره بالارض. بدي علمه ينتبه على المقامات تاني مره. عفوقه خسرت الشرط. شو كان تقولي لي دخليك مين شو؟ خلينا كل مصيبه بمصيبتها. قولي قولي قد ما كانت خبريتك عاطله مشي قدامني صار معي اليوم. قولي عيني قولي. فيفو فيفو الخواجه الصغير. ايه ما توفى اخر السنه بالفحص. شو يعني ما توفى؟ يعني شاكك. يعني سقط من غير شهر. يعني بده عيد سنته؟ انه ايه بسيطة بسيطة بتنحل. عن جد؟ ايه قدام الكارثة اللي صارت معي اليوم كله هين. على القليلة مشكلة فوفي بنحلها على السكت، بس الصبحية كانت علنية قدام كل الحياة الشميتة. حبيب القلب خلي لي اياك. نافذ جيت بوقتك شرشور. ابعث له دورية خلي تزقه مثل الشاطر. خليهم دوريتين وحدالي. نحن ما حدا بيتصرف معنا هيك. 100% خليهم يعرفوا نحن مين. ومراقبك على المكتب كود الغلط. ما في شيء من قيمتك. نافذ شوفيه ليزا في واحد هن. برافو. شو برافو قلتيلي؟ اه راح بهدل لك اياه. غيره بده يجي يعتذر مني. من جيبه غيره. بده يشيله من رئاسه النادي. شلني غيره. بكره بانتخابات النادي بنجيب غيره. غيره بدي اعمل صبحيه اعتذار خصوصي ليجي يعتذر مني قدام كل اللي كانوا اليوم. صبحتين غيره وبس. والخواجه الصغير اي نافذ شيري هي انكهان تو بيجي بروبليم. شوفي مشكلة صغيرة فيفو يقبرني. شو ما توفى اخر السنة بالفحص. سقط؟ لا ما سقط بس ما توفى. يعني سقط يعني ما توفى. وعم بيقولوا بده عيد سنته. اعوذ بالله ما بعيد سنته والسما زرقاء. يعني بتنحل معك حياتي معي؟ كله بينحل. بتعرف لانه انا مسوقة انه ابن الاول بالصف يقبرني اكيد طالما انا عم درسه بايدي فما حلو اطلع كذابة. ولك حازم كبرتيها وللكنيسة كله له سعر. شو حقها؟ شو هي؟ المدرسة كلها شو حقها؟ بدك تشتري المدرسة؟ ايه
شو اسمها داكليك؟ ماليزون ريجونال دي سوسيال. وين بتصير هاي؟ ما بعرف، هون بالمنطقة أكيد. إذا عقار حلو منيخ عن جد حياتي بدي يصير عنا مدرسة. إذا فيو حلو منيخدها، إذا لا ما منشتريها، هم نشتري صاحبها. شو بيسوى صاحبها؟ ابعتي ورا المدير العشاء لنقدم له كادو بيعجب خاطره. شوفي كيف علامات ابنك يبيع له من حالهم. ربحت الشرط، شفتي كيف قاله مطمع ولا بدي عيطلك على شوفي يا اسبر. روح عيطت لماي. روحي مار خواجة. اتصلولي بالمدير، بدي المدير شخصية حضروا لي عشاء سبيسيال ليوم الخميس الجمعة عشية. المهم العشاء يكون كتو قريقة. روح شغي يتمن بالك مثل ما تمنت اللي بالي. يلا أنا رايحة بوكرة شوي، بدي أعمل فولمان وبدي موي. ميتري خدنا عند فيرجيني. دخلك وينو الصبي قبرني؟ بالكولوني ستة، بالكولوني. اشتروا له شي كادو وبس يرجعتوا لي بمناسبة نجاحه لقبرني. فالتي يا حبيبي فالتي مكفولة نافذ ما هيك؟ ما تقبل قال من مويسز. خليهم تزويد وفركيل كمان. ما تقبل الأول بالصف. بعد نقصني أنا علامات ابني، ما بكفيني المعارضة لحدني على الدعسة. حلو بكرة يجبوا ماشات نجاح نافس بايك في الانتخابات يسامي سقوط ابني في المدرسة. فشل برقبتهم الخواجة الصغير ما بيصير. وأنا أقول لك دخلك لشو هالدرس كله؟ ما بكرة رح بيصير وزير. أنا لمين عم بتعب وأسس هالمصلحة؟ لمين؟ كرماله. لمين؟ دورتوا إياها بعد عمرا طويلا. اتصلوني بالمدير خلينا نحل هالقضية على السريع. شو ما بده يطلب؟ 300 400 يا أخي مستعد أوصل 500,000 دولار. المهم يسيسرنا، مش ناقصنا بلبلة. ما نحن ليش عم نعمل هيك معك؟ لأنه مش ناقصنا بلبلة. معك عندك موعد على 12 بعد إذنك. مع مين؟ ربطه لمتري مواطن ستاندر تقريبا. إيه لي أنت وشوفي شو بده. إذا عوّص تحكيني، طالما ضمن منطقتنا الانتخابية منجرب نخدمه. أكيد ضمن المنطقة، وإلا ما كنا أعطيني موعد. أنا رايح على الجلسة. معليك الجلسة خلصت. في كوكتيل من بعدها وهيدا الأهم. خلي مازن يحضرني نصف مليون كاش تبرع مني المدرسة. أنا مع العلم والمعرفة لأنه بدونهم ما فينا ننهض بالوطن. أيوه ماي سمعت اللي أنا سمعته؟ 500,000 دولار؟ شو هالكفر هيدا؟ يا ريتني مدير. ونحن معيشنا 500 دولار وأنجا. شو هالمدير المحظوظ؟ ايه بس بدك يقبل. لا ما بدي يقبل. برك طلع عنده كرامة وعنفوان وما بينشرب ذهب العالم. كبري هالك يا ماي، بعد في منهم ها؟ في بضل في. هلا كتر خير الله ما رقت على سلامة بلا ما تشطفني. كله بهدم يمرق. اتصل بالمدرسة على السريع تناخد موعد العشاء. الدار رقم 00 نفسي سترو. زيرو زيرو نفسي سترو. دو مش دو. هلا كل شيء بتعيد من وراي، ما عرفت حتى الرقم؟ منيح غلطت مرة ولا؟ على هاد الحكي يا حرام على هالصبي، مدري شو بده يطلع منه. رح ياخذ الدكتوراه بالواسطه. وفي كثير قبله مثله ب 500,000 دولار. بنجح الحمار. ب 500,000 دولار بفتح مطعم مشيوة على الفحم، خلي الدخنه توصل على الحدود. مرحبا. أهلا داعي سعيدي سعيد مسعود من سعديات. شرفنا. حضرتك مع علي هون؟ بدك منه شيء؟ بدي شوفه. مين من له؟ سعيدي سعيد مسعود من سعديات. شرفنا. حضرتك مع علي هون؟ بدك منه شيء؟ بدي قابله. بصفتك مين؟ سعيدي سعيد مسعود من سعديات. شرفنا. حضرتك مع علي هون؟ شو بدك منه؟ بدي شوفه. بصفتك مين؟ سعيدي سعيد مسعود من سعديات. يا خيي شرفنا. حضرتك مع علي هون؟ اسبير في خبرية، المدير ما طلع. مين حضرتك؟ عن جديد سعيد سعيد مسعود من السعديات. شرفت حضرتك مع علي هون؟ لا شو بتريد منه؟ عندي موعد معه، انا من قبل متري، انا بكون خي مرته لمتري شوفير مع علي. انت قرات لمتري؟ سعيد سعيد مسعود من السعديات. شرفت حضرتك مع علي هون؟ هلا انت الفنان؟ عرفتني؟ خبرني متري، وين بتمثل انت؟ بشايفك كل مره على التلفزيون. مثل بكثير مسلسلات بس ادوار صامته، ما بحكيش ولا كلمه. الشيف نسبة على شريك الأفا شارك في الأداء سعيد سعيد مسعود من السعديات. شرفنا حضرتك مع علي هون. إنه كل أدوارك صامتة؟ إيه بتعجبهم تطبيق التم، كتير شاطر بالتطبيق، بطبقه مظبوط، لكن نظريات طرق حكي، أهم شيء التطبيق. طب بس أنت يعني إيه بس كتجوريقة. شو عامل أدوار مثلا؟ مصيرة طويلة عريضة. مرة أخذ دور واحد عم بيعزي صامت طبعا لأنه مشيلة حكينت. مرة واحد عم يتعزى صامت طبعا. مرة أخذ دور عضو بمجلس الأمن صامت طبعا. مرة أخذ دور عسكري فرنساوي بالعراق صامت طبعا. مرة أخذ دور نائب بالبرلمان عنا صامت أكيد، يعني إذا شيء تصوت ما نصوت. مرة أخذ دور بمسلسل أحبك دائما، أنا كنت دائما صامت طبعا. مرة أخذ دور بمسلسل أحبك أنت، أنا كنت لأنت الصامت، مش لأنت اللي بيحكي، لأنت الصامت، لأن في أنتين على السطح مش تلفزيوني. أنا اختصاصي أدوار صامتة، صامتيولوجي. مرة أخذ دور واحد بيقول خطاب والله بس بيختلوه قبل ما لحقش يقوله.
حسب ما قال المخرج انه خطاب كان كبير محرز، يعني لو اجلوا الاغتيال لك كان دور العمر. لا بس طموح. انا المخرجين كثير بيعجبون ظهري، على طول بياخذوني من ظهري. كتفاتي معروفين جدا بالوسط الفني، كل ما اعمل كاستنج بقول لي فرجينا عرض كتفك. لا بيتي ابيتي سحسوحي وبغني وبكتب شعر كمان. والله مثل شو؟ جرور الدرسوار، مش بالك الفانيلات مالت الكلاسيين، مليان اشعار انا كتبها. شو عندك بالسوق؟ ما عنديش بالسوق، عندي بجرور. مش بالك الفانيلات مالت الكلاسيين؟ ايوه في وحده بس بالسوق مكسره الارض، بس مش انا نزلتها، نزل التاكسي. واحد طرقه مني حط باسمه نزل على السوق. ازيها يا عقلي؟ لا بقى تسال جي حلوه كثير هاي. انا كتبها وملحنها. كيف هذا الامبراطور الطرب كارين مكاري؟ وحياتك هيدي الي، هو طرقه مني وحطها باسمه لانه نصاب. وطي صوتك، هيدا صديقه المعالي؟ ما انا قالوا لي هيك، انا اليوم ليش جاي قاعد معالي؟ قالوا لي انه معالي بيفرك له رقبته بحي صديقه الانتيك. طيب كيف شفطه منك؟ لقيت له كذا مره رد علي بعد سنه. الو الو، مرحبا استاذ كريم. مين المتصل؟ بدي اسعيري سعيد مسعود بسعديات. خلصنا حضرتك معالي، قصدي في مجال قبلك؟ من شان شو؟ من شان شي؟ عندي مجموعه اغاني انا كتبها وملحنها، حابب اعرضها عليك. تعال عندي سنه الجايه مثل هلا، معقول كون اخذ برايك بقدر اقابلك واسمع عليك؟ ممنونك انا. اتصال ثاني. الو هالسنه انا حاولت بيع الاغاني تبعي بس ما نفقوا. امت رحت لعنده على الفيلا الضخمه بناء على موعد سنه الماضي، نطرني شي ساعه لطل حضرته حامل كيس مبيد. اللي شو بتريد؟ ما عندي كثير من الوقت، عندي مواعيد. جايب لك معي غنيه جديده ومنها مطروقه، مش غنيه كلاسيكيه ولا غنيه طقطوقه، لا شهيق ولا زفير ولا بكي على الاطلال، لا انا بحبك كثير ولا حبك بقلبي طال، وحياتك انت يا كبير، غنيه يلي بايدي رح تضرب كثير كثير بحيث المعاني جديده. عندي مش ضرور الوف، انا مش عايز اغاني، سمعني اياها لشوف شو بتفرق بالمعاني. هيك لشوف يا عقلي، لا بقى تسأل كيف ومين وليش ووين، انت ما بتفهم بالحب ولا بلغة العينين، انت عايش بالسؤال خصم انت والخيال، دحو ريح لي هالبال تركن يتلاقوا القلبين. يا عقلي لا بقى تسأل كيف ومين وليش ووين. الله الله حلو كتير، واحلى منا ما بيصير، جديد وقريب للقلب وسعره منه غالي كتير. منيحة يعطيك العافي، مرق لي عنا صورة، رح ظبط القوافي والأوزان المكسورة. يه 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 يه، واكتب لي النوتة تبعها عطبقتي إذا فيك، وإن حسيتها بتناسبني رح أبقى اتصل فيك. لح يا أخو الملعونة، اوعى تصدق هالدجال، أفضل فنانين الكون رح يتراها المحتال. رقمي مؤيد عندك هون، يا حايف على هيك رجال، ناطر منك تليفون، إيه بدك تنطر أجيال. ببقى بحكيك طلع الضرب فيك. نطرني سنة وساعة اللي بيبقى بحكيك لحد ما سمعت الغنية على الراديو. ما قلت لك اوعى حمار يا عقلي، لبقى تسأل كلمات وألحين كريم كريم، وهي بالحقيقة لسعيد سعيد مسعود من السعديات. شرفنا حضرتك معالي هون، ضروري شوفه، أنا بدي طالبه بحقي. أنا حقي وين؟ ما هو حقه وين؟ لك من عينك رح يرد عليك. لك يا عمي ليك من حاله؟ ليش لا؟ معالي قلبه كبير وهو صديقه للنائب للوزير، إلا ما يجيب لنا قرشين فوت نعمل فيه العملية. أي عملية؟ ماشي. أي عملية؟ أنا مجوز صار لي 8 سنين، ما عندي أولاد، أنا ومرتي الله ما طعمنا أولاد. جربنا كل شيء فوق وتحت، طلوع نزول وجه وقفة، برمنا الدنيا والحكمة. ما آخر شيء رجعنا أنا حيلنا أنا ومرتي إنه الله ما طعمنا، خليه يطعمنا قبل ما يطعمنا، بعدين كل حيث له حديث. بس لا أنا بحبها لمرتي، وحلو الواحد يخلق شيء من الشخص اللي بحبه، مش هيك؟ أي عملية؟ في أمل واحد يصير عندنا ولد. عملية بتكلف 80,000 يورو بفرنسا لمرتي، قصدي إلي. طيب والعملية مكفولة؟ إيه بشو 80,000 يورو؟ يعني حوالي 100,000 دولار. إيه وأنت قد معك منهم؟ 10,000؟ 10 دولار. لا بس قربت. يا الله كريم، غنية من هون لحن من هونيك، دور تمثيل فيلا البطل مسلسل 90 حلقة، الله ما الله يفرج علينا فوت نعمل هالعملية. بتعرفي وشعلي قلبي يا محلى وضعنا. طيب ليك؟ أعطيني شي شعر من عندك قوله لمرتي، بتضل تنقع راسي، أنا ما بعرف أتغزل فيها. هي معي قطعة بقاش في غيرها، هيدي خصوصي للمجوزين. إيه بس ما تخلي علي كثير، أنا مش كثير وضعي أحسن من وضعك. ها إذا ما معك تشتريها بأجرك إياها، أنت خدها قولها لمرتك وردي لي الفريغة. تفضل. حضرتك بعدك حدا تغزلي فيه؟ لا ناشفة هاليومين، متخانقة مع خطيبي. معي قصايد هجا إذا بدك، معي قصايد صلحة، في معك تشكيل كتير حلوة، إلا ما تلاقي عقياسك. شوي هون مش عم بفهم. وين؟ يا فاهم؟ يا وين؟ يا فاهم؟ يا غايم هيدي غاين. يا غايم؟ يا غايم هيدي غاين. يا غايم؟ يا غايم هيدي غاين. يا غايم؟ يا غايم؟ يا غايم؟ يا غايم؟ يا غايم؟ اسمعني شوي. يه؟
يا غايم اللي مارق وقفها وإشواي حملتك أماني خدها لتاني حي إن شفت حدا ما بيشبح حدا غطي عنه الشمس تيخفى بالفاي يا عين يا غايم هيدي غاين هيدي إيه للمرت بأيام العزوبية مستعملة يعني إيه سجند هين بس نضيفي شو شيخ الشكة أسبير ليك معلي عنده جلسة شي ساعة وبيرجع أنا رح نطرك هون كرامك متر هيدي ما بتصير لحدا ها ممنونك أنا أنت مشكلتك عويسة وأنا ما في يفيدك بشي بدا معلي هيدي قصيدة شكر عربون التانكس سعيدي متر وركيفك مزيادي جاءت لك صهر رأش كامك سعيدي وقع الخزانة لك بس بشرفك مش سكسي مزيادي أنا قلت لك بيسكلي تيبك بس مش كله كله لهولي مش كله تيبي لهولو هيدي جيليس تعرفتها مع جارنا فوزي البنطلون من جارنا وجدي الكلسات المخضر والقميص ليك لي أنا رحت عند أختي واستعرتها منها بالسر وقلت لها ما تخبرش حد انت حال جوزة عينه ضايقة ايه مزبوط عيني ضايقة أنا أول بعرفها هالريحة والصباط المين؟ اليمين البوجيريس وشمال البخضر ليش كل واحد الحدين؟ كل واحد عيرني فردي هيك بيكفل اني برده وقال لي بوجيريس لايك سعيدي هيدا الصباط اميني برقبتك ها بس كيف مسيبين مثل بعضهم؟ مين قالك مثل بعضهم؟ هيدا بوز قطش وهيدا ستيشن لكي فروا لك اللاج 1.39 1.41 ليش انت داشنوا من التجرب؟ 40 1.9 نتف 1.1 نتف ومش مضايقينك؟ لا اتفرجوا مأسرين عماشي تشي يحرق عرضك بلا نهفي يعني مش لابس شي بخصك بلا العوينات هوني فيش استعيرون هون النمرة متأثر واللي ملابس الداخلية عيب يا زلمة عيب تخيل استعيرون هوني القاش مش بحاجة إلهم أصلا بس برافو لك مبين خواجع اش بدك الكاريزما بتخلق مع الواحد مزيادي مترجيت؟ لا بعدني هونيك ابن عمك مشكلته عويصة بدها معاليه اش في عمي؟ سرقوني يا صهر سرقوني واحد طرق لغنية حتى باسمه نزل على السوق يا هرانيعو قالوا لي انه ما عليه الوصول عليه ما عليه الوصول على الكل جيت لعنده باركي بيتوسط لي وكابن عمي ليش عم تغير شالمسرحة من اساسها وشوف شي شغلة تنفعك بلال بعد لي كلها معه حق الفن الاصيل ما بدعم خبز ما بعرف اشتغل شي غير الفن جربت اشتغل كذا شغله ما زبطت معي ما انت بتعرف كمتري ليش بالفن ما زبطت معك مبين عليك موهوب مزيادي ما عملت كاستنج ما عملت الا كاستنج كل كاستنج كيت البلد مشارك فيها انا ولو الكاستنج مدفوع كنت هلا صرت مليونير شو بيقولوا لك طيب بالكاستنج بيعدوا قبالك كانهم على قوس المحكمه توقف قبالهم كانك بالزلط وقلبك عم يدق 300 بالتانكي وهن مبوزين وبوردين كانهم على طاوله الزجل هلا منهم بيفهموا ومنهم لا اول ما تفوت بحطوا اجر على اجر وبكشروا زياده في شيء حدا ابو شيء في شيء حدا ابو شيء طيب بو شيء حدا في شيء لا لا هي كثير اخذينا جد في بلشوا باول سؤال شو اسمك سعيد سعيد مسعود من السعوديه شرفنا حضرتك ما عليها قصد الكاستنج هون اي نعم يا عيني من قبل مين جاي ما حدا بلا واسطه موهبتي وسطتي منيحه هي شو بتعرف تعمل بمثل وبكتب شعر كمان بتعرف تقلد الزلح فيه من ايه الزلح فيه زلحفي زلحفي بالزو لا 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 صوتة صوتة للزلحفي ما الزلحفي ما عنده صوت عديم الثقافة تعرف تعمل لي شمعة عم بتدوب على حالها أشو جاي تعمل ابني جاي يمثل معكم بالدراما اجريك لو دخلك اي نعم اركي خلقة بدك تقول اي ما بتنفع بالدراما حياته الدراما بدها استحباب عديم استحباب شو طموحك يا ابني طول عمري من أنا وصغير أحلم صير كوميدي كبير كلمة بهضامي أولى صلابي عرضة وطولة زقف لي وتضحك لي كتير زقف لي وتضحك لي كتير طول عمري من هو صغير بدو يصير كوميدي كبير كلمة بهضامي أولى صلابي عرضة وطولة زقف لي وتضحك لي كتير اتواصل مع الناس بذكاء وفن واحساس بقلب بكتب الهوايه والشخصيات برايي تعكس وجع وفرح الناس بتضحك بتبكي كتير طول عمري هو صغير بده يصير كوميدي كبير كلمه بهضمي اولى صلابي عرضه طوله زقف وتضحك له كتير بلا ابداع وبلطه وبلا فلسفه جلطه بحكي بلغيه الجمهور بسلاسه بقول الامور والعمل خي البساطه والبساطه صعب كتير طول عمري هو صغير بده يصير كوميدي كبير كلمه بهضمي سكسي بالسياسي شغل راسي وإحساسي بحكي هواجس إنسان لكل زمان ومكان وبحول كل المقاسي الموقف بيضحك كتير طول عمري هو صغير بدي يصير كوميدي كبير كلمة بهضمي أولى صلابي عرضة طولة زقف لي وتضحك لي كتير كيف شفتك؟ ما زيادة جوز؟ اي نعم شو عندك أولاد؟ ما عنديش ليش؟
بقلد لك الزلحفة؟ هي من هالجواب. تعرف تقلد سيسي؟ لا. تعرف تسب زملائك؟ لا. تعرف تكتك بسيئة؟ لا. تعرف تفرينا بريحة طيبة؟ الله يخليكم اعطوني فرصة. خد فرصة عمي، خد فرصة طويلة. مش نافع لشي. ما زبطت معي، بقيت بالأدوار الصامتة. لو كنت عينت شابلن وكيتن كنت هلا صرت نجم كبير، بس اجري لي ومش نافع لشي. الشيء الوحيد النافع اللي أخذته بالكاستنج هو حب حياتي. مرة كنت واقف بالصف ناطر لفوت على دوري، وز طالعة من جوا بنت مثل القمر عم تبكي. أكيد بيكونوا لنا كذي فرصة مش نافعة لشي. وأخيراً مش نافع ومش نافعة التقوا عملوا شي نافع، قصة حب حقيقية. قربت صوبة وهديتها محرمة لتمسح دموع ابنة الهدية، منو ما تطلع فيي بس استعملتها لدموع رومانسية أكتر من هيك. إيه شو صار وقتها؟ أكيد سألها ليش عم تبكي؟ ما بدها قلت هالمرة ما صبتت تصبت مرة تاني. ظلم والله ظلم، أنا معقول الواحد ما يعطوه فرصته؟ ما بيصير، ما لهم حق يوقفوا بوجه الموهبة. لعائلتك ويا ريتهم بيفهموا، هن واصلين بالوصلة، ليه وصلوا بالوصلة؟ إيه بلد وصايد بوصايد، معقول؟ إيه بس بيقهر، بيسموك فرد مرة وبيقولوا لك مش نافع. هن مش نافعين يا عيب الشوم. بس هيدا مش عدل، وين كفاءة؟ اللي بيعرفوا بياخذوه واللي بيعرف ما بياخذوه؟ هالبلد مش مهم شو بتعرفي، المهم مين بتعرفي. يا عيني عليك. لا تغير صوتك هاي. سوري غصيت غصيت قد ماني مقهورة. سوري نسيت عرفك على حالي عايدة. سعيد سعيد مسعود بالسعديين، كل اللي بيعرفني. شرفنا. حضرتك معليها عايدة. شو هالجمال هيدا؟ ميرسي. عايدة شو عاملة بعد شوي؟ عندي مشروع ديبريسيون. يا الله لك الدنيا شو صغيرة، أنا كمان كنت رايح دبرس، شو رأيك نروح ندبرسها سوا؟ مش عاتلة الفكرة. وين عبالك تكون الدبروسي؟ مطرح ما بدك. ايوه هي كانت، التقينا، تمشينا، حبينا، رقصنا، غنينا وتشرعنا، من بعد ما تشرعنا اتصالحنا وانخبطنا وانخطبنا وتجوزنا، من بعد ما تجوزنا تشرعنا وتشرعنا 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 وتشرعنا. بيضلوا ينقعوا عليك حتى تتجوز، وبتقرر تتجوز بس تلاقي مين؟ بنت الحلال. ميرسي الله يخليكم. صدقوني قد ما يكون العريس بيقتنع بالعروس الا ما يدب الهم بركيبه نهار العرس. ايتها العروس عايده، اتريدين عبد الله هذا الواقف امامك زوجة لك؟ رؤيتك في الجمله. هل تريدين؟ بس افرقها. كفى. ايها العريس، اتريد عبد الله هذه زوجة لك؟ أتريد عبد الله هذه زوجة لك؟ نعم. كلكما زوجا وزوجة على سنة الله. في بلشوا الناس بنوع تاني من النا. يلا أي مدى بدنا نفرح الكون، أي مدى بدنا نشف الكون، أي مدى بدنا نقشع الكون. ولا شو تقشع لي؟ شو أنا مفروض جيب ولد لتقشع لي؟ ربي أنت لشوف، ولا أنت بك تقشعه بس. شو بيقولوا لك ما في شيء على الطريق؟ مش محضرين لشيء؟ شو بدي احضر لك؟ شو بلاد جور هو؟ إذا طولت لتجيب ولد على مزاجك حرام، ما بدي ولاد. إذا طولت مش على مزاجك حرام، ما بيجيب ولاد. إذا جبت صبي يلا وصيله على أخت، وإذا جبت أخت يلا وصيله على خاي. لشو وصيله؟ شو دولوفري هي؟ هني بيوصوا نحن منأمن بس تيقشعوا لنا. طيب طيب إذا الله ما طعمنا شو بنعمل؟ شو بتقشعوا لنا؟ شو منجاوب أنا ومرتي؟ ضروري نمشي بالشارع مثل صايب وبرص؟ حرام يا دلي. خلص أنا مش قادرة أتحمل. حياتي شو بدك بالناس؟ أنا شايفك ومش مصدق، أنت حب حياتي. أنا بعرف شو عم تفكر. مش عم فكر بشيء. بعرف شو عم تقول بقلبك. مش عم أقول شيء. بلا عم تقول يا ريت تجوزت حدا غيري. أعوذ بالله. بلا عم تفكر لو تجوزت حدا غيري كان هلا صار عندك ولد. صرت 100 مرة قايل لك أنا ما بفكر هيك، لو أنا ما بجيب ولاد مثلا كنت بتفكري هيك؟ أعوذ بالله. وليش بدي صدق أعوذ باللهتك؟ ما بدك تصدق أعوذ باللهتي. لأنه بحق لك تفكر اللي بدك إياه، أنا مش قادر أجيب لك ولد. ليش أنا تجوزتك كرمال الأولاد؟ أنا تجوزتك لأني بحبك وأنت بتحبيني. إجوا الأولاد أهلا وسهلا، ما إجوا قصة حبنا بتكفي. كيف بدها تكفي؟ يمكن تنشف حياتنا بلا أولاد. بالعكس نتشبك ببعضنا أكتر، مندوب ببعضنا أكتر، لأنه أول على آخر مش باقي لنا إلا بعضنا بأولاد أو بلا أولاد. أصلاً وين كان الولد وقت حبيتك؟ بس حلو الواحد يخلق شيء من حدا بحبه. معها حلو يتعزز حبنا بوجوده، حلو نحب بعض أكتر من خلاله، يكبر نحن وعم نكبر، عبالي شوف ثمرة حبنا عم تربى بيناتنا، عبالي يصير أم لابنك. شو أنا مش عبالي يصير بي يعني؟ شو أنا مش عبالي؟ بس مش عم بيشرف، ما بده شو. يمكن عارف شو ناطره. نحن مصرين نجيبه على القهر وهو ما بده. حقه. من قلبك هالحكي؟ لا
لا قبل ما اتعرف عليك كنت فكر انه اذا بجيب ولد هالدنيا ما بكون عم بعمل معه شيء منيح، بس هلا لا، ما راح احرمه يكون عنده ام مثلك وبي مثلك. راح تعمل العمليه لو بدي اتدين، لو بدي اسرق راح تعمل العمليه. لا خلي يجي بالحلال او عمره ما يجي. رحت واشتغلت مليون شغله، واخر شغله اشتغلتها بحياتي جرسون بمطعم، حفظت المنيو بس نسيت اسمي لانه كانوا زبونات ما يعيطوا لي باسمي، كانوا يعيطوا لي يا هلو او يا ايو او يا انت، كله هي ردام شو الزقفه، بعيطوا لك بالزقفه كانك شيء قالي بتمشي على الزقفه. نسيت اسمي، كان على اساس اسمي سعيدي سعيد مسعود بسعديات. شرفنا. صار اسمي يا ايه وبست عام السعديات. لا استرد اسمي قدمت استقالتي ورجعت على البيت مقهور مكسور. سالتني مرتي مثل العيد شو بك؟ تركت الشغل؟ فديك خيره بغيره. عم يمرق الوقت لازم يجي الولد. رح يجي يوم، المهم يجي بيكون فخور بامه وبيه. على مثاليات الله يخليكي، صرنا سنين حاملين سنهم بالعرض، شو طلع لغير تعطير؟ انا هلا بدي اتصل بمتري خليه يخذ لي موعد من معالي. انا هون ما تتعذب، شو التلف الموعد وخذناه. بدي شوف يا راسي يا راسه هذا كيرم كيرم. تبع حيلك، واحد حدا يأذيك، انا بدي اياك قبل كل شيء. وانا بحبك قد الدنيا. فايتني بدك شيء؟ بونوي. كنت قدام احسسها انه مش فرقانه معي. بس تفوت تنام ضل وحدي. حس حالي لوحدي لوحدي، اقعد اطلب واتمنى واحلم. شو حلو يكون عندك طفل صغير، شقف منك تربى قدامك، تنسى حالك حتى هو يصير همك وفرحك. كل شي برد ندر تربي من قلب قلبك تعطي، توعى بالليل تغطي توعي حلم تغفي أحلامك. شو حلو صعبة كتير. اوف ما صعبة. اسبير؟ شو؟ عم تفكر باللي أنا عم فكر فيه؟ ما تقوليلي. شو رأيك؟ بشو؟ باللي عم فكر فيه؟ ما تقوليلي. شو بتقول؟ عن شو؟ اسبير؟ لك شو عم تفكر طيب؟ أنت راضي عن وضعك بالشغل؟ لا مثل مثلكم. لا طايقين حالنا ولا طايقين شغلنا ولا أصحاب البيت. إنه إيه بس وين بدنا نروح؟ ركز معي وما تعمل ردة فعل سريعة. روح! ليش يا اسبير مثلاً؟ ليلة العشاء بشرف المدير بس مش الأصلي. يا ويلي كانت على راسي الزامي. بيجي بيتعشى وبيلعب دوره مظبوط، بياخذ مصريات كاش ومنوزعهم على بعضنا. انا بتجوز انت بتترحرح ومنودع التعتير. شو الفكره الحلوه؟ 100,000 دولار بيوجعوا لك بطك شيء؟ بصححوا. انا 100 والمدير الوهمي 200 ومندخل معنا متر باللعبه. ايه بس مش مسليه خطره. خطره بس محرزه، واذا خططنا لها مظبوط مكفوله 100%. 500 انت السيده. شو ناخذ الريسك؟ في اعمل رده فعل؟ عمول. بس مين بده ياخذ دور المدير؟ ما حدا غريب لازم يكون منا. ما فهمت منو؟ يا حو سعيدة. نعم قوم وعال مظبوط، مستعد لدور حياتك؟ مضى حياتي مستعد. اسمعني منيح، في فوق من الخواجة الصغير سقط بالمدرسة ومعالي عازم المدير على العشاء طيعتي كاش بقبل ينجح له ابنه. يعني شو رأيك مثلا انت تلعب الدور؟ دور المدير؟ 200,000 دولار. أعوذ بالله هيدي سرقة. ما انت انسرقت وما حدا عمل لك شيء ولا حدا رح يعمل لك شيء. خد حقك بإيدك. لا أنا ما بعمل هيك شغلة. نيم للمبادئ المطرسة وتخيل معي،
$200,000 بتعمل مرتك العملية وبصير عندك ولد يعيط لك بابا، بتعمل مسرحيتك الخاصة، بطولتك المطلقة على المسرح اللي بدك اياه. طيب بركي انكشفنا. انت وشطارتك، صار لك ساعة بتفسر لنا انك ممثل شاطر بس ما حدا عم يعطيك فرصتك، هيدي فرصتك ومدفوعة منيح لحفلة وحدة فقط بعد بكرة. يا جماعة مدير يعني بدي احكي لغيت وانا بعرف شيء من شيء. نحن بنعلمك. طيب هني ما بيعرفوا للمدير الاصلي. ما بيعرفوا اسم المدرسة حتى. بس بركي بس شو؟ ابنه سقط لأنه مش فاضيين له. صبي ناقصه حنين، ناقصه رعاية، تيلفوا تظر أهله، سقط حلو بالمدرسة، عندهم ولد بيسوى نوم العينين، بس مش عم يعرفوا يهتموا فيه مش لاكشينه، وأنت ميت على شقفة ولد. طيب رح نعمله مش عايب. لكن نص مليون ما بيهزون. ولا ملي. أوقات حضرتها بتحط نص مليون على طاولة القمار، خلينا هالمرة نحن نكون اللعيبة على الطاولة، ونربح $500,000 من تحت الطاولة. دخيلك إقبال، 100,000 بتفرجني كثير أنا وعائلتي. وأنا بصير فيي أتجوز يلي بحبه وأحلم يصير عندي عائلة مثلي مثل كل هالعالم. ومثل رقبتك بيترهرح وبيبطل حسك مزك على الترعاب. طيب وبعدين؟ لا من شاف ولا من دري، أنت بتختفي، أصلاً ما رح يعرفوا مينك لأنك رح بتكون متذكر بزي المدير، حليسك كله رح يتغير. يا جماعة مدير يعني بدي أحكي فرنسي وأنا ما بعرف ولا كلمة. ما بتعرف ولا كلمة؟ ولا موتا مو؟ بلا هلا بلطش كم موتامو مثلا مثلا بونجور بونجوران لا مرة مش انه بالمرة بوسوار بوسواران شو اكرم من مين الفرنسوية بونجور بونجوران بوسوار بوسواران سافا بيان ميرسي ما في شي من قيمتك انا بعلمك ما شو شغلتي بهالحياة حلك بقى تلعب دور متكلم حيش مقضي حياتك صامت وبنخلص كلنا من هالظلم اللي عايشين فيه طيب والصبي الصبي رح يرجع ينجح بنص مليون تانية ونحن بعد فترة منترك كأن شيئا لم يكن لم يكن يا عمي هيدا وزير بيجيبني من تحت الأرض ليش هو باله فيك الانتخابات على البواب مش فاضي لمرته حتى مش لازم ندرسها مزبوط معنا وقت الانتراكت كله قصدي يومين بيومين بندرس خطة الشرق الأوسط الجديد شو قلت؟ لا ابننا بيجب الحلال إذا بدنا ننطر لا يجب الحلال ما رح يجي أيوه الله كريم يمكن الله عم يعطينا إشارة لازم نستغلها أها عم نسرق جماعة هن سارقين الدنيا أها يوسف له نعمل مثلهم أنا انسرقت ومن حقي شي بحقي بإيدي هذه فرصة لألعب الدور بده يغير لي حياتي مش هيك طلعي من راسي هالمرة وخليني أعمل اللي بدي إياه مع مين عم تحكي سعادة أنا بحبك وأنا بموت فيكي بس خليني جن هالمرة أنا تجوزتك لأنك نظيف العمر نظيف ضعيف هالمرة نظيف قوي يعني رح توافق على اللعبة كرمال ابننا نطرنا ونطرينه ايه انا موافق يس مبروك لنا كلنا اسبير تعرفي الغي الموعد مع المدير الاصلي وهلا صار لازم نبشر بالشغل لليله العشاء طيب كيف بدي العب الشخصيه يعني كيف بدي يكون الكاراكاتير ايوه هون بتلاقي شوف هي الشخصيه صعبه شوي بس انت ممثل قدير وبتشيلها وبتشيل بيها الله يخليكي حضرتك من فانزيتيتي مش هيك معلوم طيب كيف بدي العب الكاراكاتير مشي كوبرليه هيك تطليعه ارستقراطيه هيك قاعده ملوكيه بونسوار سافولا بان جي بو اسي اسي ايوه بس يا ريت فينا يكون الصوت انعم شوي انعم ايه لانه المدير مش مدير المدير مديره نعم مديره المدرسه مره أنا بدي ألعب دور مرة أنا بدي ألعب دور مرة أنا بلعب دور مرة أعوذ بالله ليش لا ما حدا تمثيل أعوذ بالله دور حياتك أعوذ بالله رح يصير عندك ولد أعوذ بالله كون رجال وعمول مرة أعوذ بالله $200,000 أعوذ بالله يا عيني عليك نحيك تمام ليش لعل ما بياخد ركس بحياته ما بيوصل لمطرح يا هلانيات أثار ما كبر عمي روح روح هلا بنفسر لك اسمعني منيح كل النجوم الكبيرة بلشوا بأدوار صغيرة ولو وصلوا للنجومية نعشت معهم شخصية كل النجوم بلشوا بأدوار صغيرة لوصلوا للنجومية ناقشت معهم شخصية وبلشت لحكاية فكر معنا بس نكيت اللوريل وهاردين فينس في عندك الشغلة شوك العقاري وفنو منتس شو بحبها هالشخصية شو إلها فضل علي وصلت للعالمية وحبوها كبير وصغير بفضلوا هالمتسول صرت الكوميدي الأول اختنيتوا وضع تحول هو يضلوا فقير في عنا
في الكريم وعاد الإمام الزعيم وفي فريد أبو سليم وشوش الفنان العظيم شوشو أني شوشو مضحك الملايين ضحكهم من برا ومن جوا حزين شوشو أنا شوشو يضحك الملايين ضحكهم من برا ومن جوا حزين وحسنه كانوا لنون ودي أنا نوزين والمهندس فنان بولو دور التحام الفظيع فطو 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 ما خفين البيت الكوني بشخصية الضحك العالم حكوني فطو 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 ما خفين البيت الكوني بشخصية الضحك العالم حكوني ولا صدو لك يا صعيني نادى هنك السعيدة حضر حالك لك اللي عم شخصية جديدة فظيعة بديعة 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 أنا هون أنا هون بديعة 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 أنا هون أنا هون بديعة 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 أنا هون أيوة بديعة 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 سيداتي سادتي رحبوا بشخصية العصر بديعة جنيب. ماي متر عايزك شو في متري دخيلك يا ميوش انا فزعان هالليل ما تقطعش على خير قوم نفتح مصيبه كارثه متري حش تفول وتنق قلت لك كله مدروس على البكله حش خايف ولو مش خايفك يا متري انا مش خايف منكم انا خايف اللي ابن عمي يقوم يغلط له شي غلطه بيعورنا الزلمه موهبته على قده لا تقولي شو فكرتيه داستن هوفمان ما تخاف انا اشتغلت عليه مزبوط شكلا ومضمونا اشتغلنا عليه منيح اذا انت بتشوفه ما بتعرفه جبنا له احسن مكياج وكوفير ومصمم ازياء عملوه مديره مجنزره عايشه بين الدفاتر انا عارفه رح تزبط معه بس ما كنت بتوقع هالقد ايه كثير انه بتقطع زرق يعني معلي والست ليزا بيشتغلوا شي لعبي عمل لك حفظته درسه مزبوط وصار بيحكي فرنساوي بالبول عايش الشخصيه لدرجه انا صدقت انه المديره يا هرانيعو يعني معقول ننفرج عن يده هالتعبان ان شاء الله اهم شيء ضل حواليه متراقبين ممنوع يصحد بشي كل ساعه زمان بدها تقطع على المسطره قولوا هو صار بيعرف كلمه وكلمه شو بده يقولوا كيف بده يتصرف سمع لهن من شوي متموه عم اقول لك حفظته يهن على البكله وحتى اعطيته اجوبه احتماليه لاسئله طرق ممكن يسالوه اياها بس ما حدا بيعرف شو بجد مشان هيك لازم تضل عينينا 10 10 20 انا بنتبه على النص اصبر بتنتبه على تصرفات ومتري بس اعمل لك اشاره يعني عم بطلب منك تلهي مع علي او الست ليزا كيف الهيون بتقول له اجاهم تليفون من برا وبركي ما جاهم ايه دخلك بس يجي ليحكوا بيكون قاطع الخط ايه دخلك ما بدي وصيكم ليلة ليلة مفصلية يا منضل تحت الأرض
يا من ابعى وش الدنيا. ايوه مفصليه. وايش هي تتمه الخطه؟ يعني ماذا بعد؟ بياخذ المصريات كاش، بيبعث لهم كارنيه مزور، بتروح ثلاث اشهر تكتشف القصه. بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. نحن ما خصنا بشي؟ لا، اكلنا الضرب مثلنا مثلهم. اه بنفتش معهم عن النصابه يلي انتحلت شخصيه المديره. يا عيب الشوم. وبعد فتره بنقدم استقالتنا واحد ورا الثاني بشكل انسيابي بدون ما تتفتح العنان علينا. ايوه انسيابي. انا بتجوز اسبر بيفتح مطعم وانت بتشتري نمرة حمراء وبتعيش على راسك. ايش فكرك انا مبسوط؟ ما اجازة علوم سياسية وعم بشغل شوفير عن سياسة امي بس هاي سخرية القدر. هالليلة نحن بدنا نغير القدر. ايه بدنا نصنع قدرنا. ايه يوم يوم الفرج. ايه ما تنسوا وان فور اول. اول فور وان. كل شيء جاهز معي؟ كل شيء ستنا. اسبر جهز كل الاكل اللي طلبتيه وانا حضرت كل الوجبات البروتوكولية لاستقبال سعادة المديرة. ومدري هلا رايح يجيبها. ماي ممنوع الغلط اليوم، بدنا نهبلها للمديره، خليها تصير تنجحوها العمياني من هلا ورايح. وحياتك يا ست لتصير تطلعوا صفن صفن. الله يسمع منكم، حضرتوا الميشافلات ابولو؟ نعم نعم. الكاغازي اغريسي؟ اسي. البيريتونيا وسمو؟ يحيهو. والشوط الايرلندي والشوكولا السويسري؟ يلا حاضر ستنا، ان شاء الله بنبيض لك وجهك والصبي بيطلع الاول باذن الله. شو يا ليزا وين صارت هالمديره؟ يلا ميتخي رح يجيبها هلا من قدام المدرسه. هيدي شنطه الكاش، رح تعشميني. هيك أول ما تصال بتشوفها تفهم علينا على الطاير بتهون الحكاية. لا ما هي فهمان الحكاية إنه شو يعني عزيمة عشاء بعد العلامات. يا اسبر حطها هونيك وانتبه عليها، دخيلك جوات علامات الصبي. اخذ العين عنه شو فتح نافذ. حلوين تيابي أمر. مرسي شغي، هيدا من لندن، وصلت عليه وأخذته بالسولد بـ 70,000 استرلان. مسيرينك فيه. شفت التوفيق. إن شاء الله تقطع هالليلة على خير. إن شاء الله. أكيد رح تقطع على خير، كل ما سيرنا المديرة ونفخنا فيها وعبيناها معنويات كل ما النتيجة صارت مكفولة. صلوا بهالوقت لكن تحكي فيرجيني، عم فكر بلا ما بوكر الليلة بعد العشاء، رح أشوفها هي وأمين. أمين. ألو. إيه سعيد شو بك؟ يلا واصل متر لعندك. لك لا ما صار شيء، ما حدا غير رأيه، بس انت روق شوي. يلا صرت تعرف اول ما تفوت شو بتقول. عدلي هون تشوف. انشانتي جو ريغال سافو لابين جو برون كيشو كلكو شوز. برافو. ميرسي. ليك حاطين شنطة الكاش على الشيميني، تبقى تطلع فيها من وقت للتاني وقول شو حلوة هالشنطة مثلا، انه شو مزبوط موديل هالشنطة، شي من هالنوع. فهمت علي؟ ايه عيد درسك على السريع تكين وصل متر. باي لك صار واصل. باي. شو بوز هيدي؟ الدنق هو ناطر متري على الطريق فزعان وصوته عم يرجف وعم يسألنا إذا غيرنا رأينا. ليش نحن غيرنا رأينا؟ لك لحكة اسبر، كيف غيرنا رأينا؟ عمول أنا مش معقولكم غيرنا، كنت عرفت بقى أنا معكم. يا رب. شو باي فزعانة؟ شوي. شدي حيلك وكمي. ليش أنت مش فزعان؟ مرهوب. أنه مش هيدي. يا بتزبط معنا يا لا. ما هي يا يلا. اسبر ولا كلمة. ما أنا كنت عم فكر إنه شو أحكي خلص ولا كلمة. وين صارت هالمديرة يا عمي؟ خورنا من الشوع. يلا دقيقة وبتكون هون. أكيد رح تندوخ بيالي محضرين لي إياه، وخصوصي أنا حضر لها مفاجأة من كعب الدست. مفاجأة لكم كلكم. عن جد شو هي؟ لا لا ما بقدر أقول، بتبطل مفاجأة. والله والله لا تشوفوا اللي مش شايفينه، طولوا بالكم لكم لأنا نافس بيكم. ليه؟ ألو شو محضر قولك؟ الله يستر. معقول كشفنا ما بده يقول؟ دخيلك لا. لك هيدا زلمة خطر، معقول حاسس بشي وما بده يحكي؟ أنا رايح عند ولادي. تعال هون لوين رايح؟ ماللو مقرب يقبرني وعدي أخته مريان. اصبر ما تجنني، خلص حنيت الله، ما بعتقد في شي منه وإلا كان زعبنا من زمان. ما هو لو في شي منه كان من زمان زعبنا. ماي شو في لي مسكها منيحة؟ عظيمة جمال على الحل اسم الله عليكي. خمسة بعيونكن يا بجم. نوفش شغي تعطى زبط لكرافاتك. لها قد أمريكان؟ هل قدر يجي إيطاليا؟ بالعكس إذا في شي دارج هلا هو الأمريكان، ما بعرف بعد غير هيك وإلا بتعقد معي ومش مضطر أبدا. وصلوا وصلوا وصلت المديرة. شباب فات اتونسيون. ماي عم يقصد ضغطي. أنا عم يطلع واللي بياخذ لي ضغطي معه. والله شو صيرك نوفش شغي علي هبرة. نظيف مرايه فرجيني المكياج. تمام تفضل. بوسوار حضرة المديرة. يا هلا هلا فيكم. متري جي والمديرة طلع وراي على الدرج بسبات تفتح لها الباب. اوكي شو اسمها دخلي؟ بديعة. بديعة ستنا. شو الاسم الديمودي هيدا؟ هلا ليزا اسم وبديعة اسم. سكتي الماسة سكتي. نافس وينوك؟ اجي لقدام عشر الورا طلع الدرج على 600 مهل ومن يكدوا العرق وقال كلهم من يعروا ساعة بده ساعة ما بده. تصيف اربع حبوب اعصاب. اربع حبوب اعصاب من وين جابون؟ شو يعني؟ يعني الله يسترنا نحسهم طاوله اللي كتبتوا وصاياكم.
Bonsoir. 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 يا أهلا بسعادة مريرة، شرفتينا. أهلا فيكم، أهلا فيكي. شو حلوة هالشنطة! مش هلا بعد بكير! أهلا وسهلا بسعادة مديرة! أهلا فيكم، أهلا فيكم! شوفوا بريزون جورجي نافذ وأنا ليزا! وأنا سعيدة! سعيدية! بديعة! 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 واو! واو واو واو! شو هالبيت الحلو! تري تري تري! عجبك؟ ترو ترو ترو! هيدا كله زاوية! ترو ترو ترو! كثير حلو زاوية! كلك زاوية! وخاصك أنت عم نحكي عن الفرح! جيني كول! ريغول! ريغول مضبوط! بنت عمتي نيكول! أنا جيني كول! شوف فكرك أنا مثل بنت الفرش بهالبيت! نافذ بلا سؤالي! ريغول! عم بيقلدني ريغول كومون موا! عجبك الفرش؟ كله جاي محله! شفتي؟ إلا هالشنطة! شو حلوة هالشنطة! لك يا عم روق شوي! مرعوب بدي خلص وامشي! لك روق بعد في العشاء! مش جعان! تفضلي ست بديعة! ست بديعة تفضلي! عم تحكيكي! مزبوط أنا بديعة بس نسيت قد ما بيغنجوني ببلديعه! تفضلي ارتاحي ست بديعة! لا مرتاحة هون على الدريسوار صراحة! تفضلي ارتاحي على الفوتيل الفلو! حب عارفك على الشغيل تبعنا مي مديرة الفيلا منسقة شؤون البروتوكولية بالبيت شرفنا عشانتيتك بديعة بديعة اللي مبدع من البدون شرفنا حضرتك معالي هون جاني كول اسمر طباخ شخصي لقمت ممتازه ونفسه طيب بس هلا مقطوع نفسه ما هيك هلا بده اكلته عم نسيسر ونمشي ما في وقت لا 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 ما بصير بدي اتبع على العشاء عاملين عشاء سبيسيال عشاء رفيق بشرفيك عشرفي شرفي عشرفي شرفي مهضومه هلا بده اكلت اسمر لا تاكلي صبيعك وراهم يي لو عارفه هيك ما كنت حطيت فيرني ليس تفضل ارتاحي جباسي اسي يا سيور البيت بيتي يا ريت والله انه يا ريت عندي بيت مثل هيدا قريبا جدا رح بصير عندك بيت لا يا ريت ما بيشتروا بيت ما مقسمينه شفت لو كله الي كنت بقول لك كل شيء غالي الا البني ادم وحده من بروفر بريدي مالك تليفون من برا الي انا مين بالعشرة ابعرف قال له مش فاضي من مكان يكون عندنا ناس مهمين على العشاء ما فيناش نقطش قاعده معهم ان شاء الله يكون اوباما شخصيا اذا اوباما انا بحكي كثير بيعجبني ستيله انا بموت بالصمر عم نمزح خلص قال له بعدين نحكي مشغولين مضغوطين ليش حسيتك مستحيه شوي بليز خلي راحتي لا بس في رهبتك ورهبه معالي ورهبه الكولون اوباك مضيع لي خلقي خبرينا كما صبا صبا بيا انت كما صبا بيانك تمام تمام بتعرفي بهالنشاطات الاجتماعيه والمسؤوليه الوطنيه يعني ما عم لحق حكي براسي بحكي لك ما انا كمان ما عم بقدر حكي براسي مضايقني الفريق شو حلو فستانك هيدا من لندن جاي سياحه ولا كيف روحك حلوه نعم روحك حلوه انا روحي ما كانت حلوه بتعرف كيف تحليت كيف طبش الباب على اصبعي حليت روحي شغل اوه سوبر كونفورتابل سوبر كونفورتابل عم بهلك عم بهلك بسك سوبر تاب شي من هنا لذيذه لذيذه ومتواضعه مديره طويله عريضه بتحكي لغات على طريقتها بهضامي ولا مسيل شفت شو متواضعه قبلكم يا رب صراحه انا كثير عجبني البيت بس اكثر شي عجبتني هالكركتابل اللي هوني شو هي الكركتابل ما بتفهمي فرنساوي ولو اسمها كركتابل بسك الكرتاب شي من هنا قدم الكركتابل يا ستي اسمها كرتابل ما بتفهم فرنساوي ولو قدم الكرتابل ممنونتك يلا يا مدام بديعة لا عجد عم بحكي يعني الشنطة ما بتفلي من هون إلا واختيها معي أنا عم بمزح أنا مش عم بمزح أنا عم بمزح أنا مش عم بمزح مش معقول مش بصحك شو حلو خجلتني جو مسويتي ميديي ولو دمتنا عسابي لا شو بدي ريدو ما في يحملون شو دمك تقيل وزن وزن ما عليك وزن وأنا ما في أحمل دم سياس ببطل دم يحملني خبرينا كيف هالعيلة الحمد لله مرتي منيحة قصدي جوزي منيحة جوزي المستقبلي معنا بعدني عصبة Je me suis célibataire. يعني بعدك تحت نصيبك نعم بعدك تحت نصيبك لا انا فوق نصيبي يعني من بدل مره تحت نصيبي مره فوق نصيبي ما في ضل تحته بعبي شو فتحه معهم بيان على الحبوب بدري شو سافر الله يقطعها خير عم تتعب بالاداره ما هيك اوه هالولاد بلا مربى والاهل بلا مربى اكثر من اولادهم والموظفين بلقوا والاساتذه بلقوا نحن مدرسه عريقه ما فينا نتخاذل ابدا من نوفو نيفو نيفو بس هلا قلنا نوفو نيفو ما زالك هيك طبعا انتو نيفو ولا ما كنا حطينا ابننا عندكم شفتي كيف قديلك مديره يومين شهرين سنتين بس عم بحلك انسبت الكونفورتابل انسبت الكونفورتابل كيف رضاك عفيفو يقبرني مين فيفو يقبرني مو في فيفو كونفيس ليكي فيفو شوفي فيفو ليكي فيفو زكي اسم الله الله يخليك روجيتك بالحديث دغري الله يخليك روجيتك بالحديث وي اسم الله ميرسي
بس مسطم سطل ولا فيوز ما عليك تلفون من برا خلص قل له لأوباما نحن من دق له ما بعيد مشغولين مدغوتين يب عم نحكي عن هبلة فيفو بس نهجنا زيدة بروكة زيدة شو البديعة كتل يا إيا شي ما بعرف شو صار له أصابي فجأة ما بعرف عم يطالع انتو مين أمه أنا ومين بيو أنا روح انت عم بسألها إلا شو عرفك انت مين بيو روح عم بسألها إلا عمين بده يطلع تفضلوا شو هيدا هيدا مشروب الاهلا وسهلا على خفيف شوت من ايرلندا ماليبو في الكول شوي اللي ما بتشربي الكول عاده لا بس اليوم ايه في نتفيد الكول ست بديعة شوت واحد بكفي لا طيبين بعد في معلوم جيبي بعد يلا جيبي بعد بزياده سعادتي جيبي بعد جيبي بعد ابورتي يلا ماي حاضر اسرع بلوريت بنت بلو نهزية من كية ونطف الدبليو سي بطريق ولكن نصرنا نصرنا بفيفو يا برني شو بفيفو أنا كل شي مرق علي مسطيل مش مرق علي مسطيل يعني ما بيشيلوا من كسله إلا عجيبة أو كركتاب مثل اللي عالي عليك تلفون من برا يا أوباما قالوا أوباما ما بتفهم عربي مخبوط أنت أمريكيني ما بتفهم عربي نزيد Look, we are here in business meeting We have a problem about Hamlet FIFO We will call you later يلا باباي باباي أشبر كفر تيبل أشبر كفر تيبل مع مين عم تحكي؟ مع أوباما لذيذة شو قال لك؟ ما بيسترجي يفتح تمه أكتر شي فيه يقول توت 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 هلا المهم خلينا نريح راسنا بخصوص فيفو فيفو لازم له حل ما نحن هون نحلها بده شي 500,000 جلسة مع بسكيار حكيم نفساني مشان يقولوا استيعابه لأنه ما حلو وزير المستقبل يكون استيعابه خفيف بورسلي بورسلا بورسلي بورسلا بورسلي هون منوزعه مش حلوة العلمية ما 200 بورسلي 100 بورسليك و100 بورسلون شو نسيتي وانا انت ضمن البورسلي هون احكي بالعربي اذا بتحب سعادة المديرة بالفرنسيز بدي احكي ومع رجحن وفوتي جيبي شي دايفينا من جوا من جوا؟ ايه من الدبليو انا مات في الدبليو سي وجيبي شي دايفينا هلا رح ندايفك غير شي هيدا نوع من شوكولات فاخر من سويسرا شو انا غاي؟ ايه من قريب ليش لا؟ كيف؟ ولا اقرف من هيك كتير مر تري ميوريي جيبي شوي ميوريي بس دقته ما عندك شوكولا عادي؟ هيدا من سويسرا افخر واغلى انواع الشوكولا ما عندك غندور؟ والله اطيب لا ما عنا فاذا خلينا على الشطين بنت بليز نفس تحكي لي كلمه على جنب بالاذن سعادتك لنحضر شوي كرمال قيمتك بالاذن اذنك معك واذني معكم انتبهوا ها شو هالكيسه هيدا شو صاير له هاتوا اخذ شيء مش هاتوا اخذ شيء يحلانيها شو مهضوم رح يعورنا نفس شو هالمديره هي غريبه عجيبه انه يعني ما حبيتها انا حبيتها كيف لذيذه اوريجينال والهي رح نوصل معها لنتيجه كيف مش مش طبيعي انه يعني احنا شو بدنا منك غير انك تنجح الصبي شو ما كنت تكون ان شاء الله تكون جايب العصفوريه هيدا هيك يا ليزا على كتله العلم واحد بيفتلها هيدي مديره اكيد معها كذا دكتوراه هيدي مخ نابه عبقريه او لك هيك اكيد ولا ما كانوا حطوها بال شو اسمه مدرسه داخلي شو عم تتوشوش وانت وياها يا عكريت عادي الفرصه عم نحكي عنك بالمية طبعا نعم عم نحكي عنك بالمية طبعا شو عم بتقوله عم بنقول مش معقول شو هالمديره المسقفه فهمان الدرياني بكل شيء طبعا انا درياني بكل شيء انا بحكي 18 لغه ومعي 7 دكتوراه ونص وعم بشتغل على النص الثاني طيب شو بتحكي لغات طبعا غير الفرنش والانجليزي لا بطلوا درجين انا بحكي بديدوني بحكي صعيديتي بحكي اسباني يعني مثل شو بالاسباني نعم شو بتحكي بالاسباني انا قلت اسباني انا قلت اسباني عم شو مشربيني كسكو جيبي في انه ايه بحكي اسباني مثلا بالاسباني مثلا بالاسباني مثلا بالاسباني قولي تورو برشلونة وفي كلمة ما حدا بيعرفها غيري اسبانيا برافو شو طلقه وبحكي متني وكسرويني كمان خيلي ومرت خيلي خيلي جوز خيلتي وبحكي بيروتي خالي ومرت خالي خالي جوز خالتي وبحكي شمالي خولو ومرت خولو خولو جوز خولو كيف تلعين عنك طيب ما فكرت تتجوزي وتعملي عائلة من بلا تجوز انه راح اتجوز اكيد هلا اعمل عائلة ان شاء الله ان شاء الله انا لا اطب ابن الحرام
كلسون عصبي؟ كلسون مش عصبي كتير ريه وكلسون قلبي ذيه. بتعيد السؤال بالعربة تنفلوا عليك الربش اللي هونيك. شو مواصفات فارس أحلامي؟ أنا بحبه سنجري، أنا بموت بالزنجري لأنه بيفهم بالأساطر بالأناطر بالأمي بيتر. تخيلي أنا نطرته جاية حصان أبيض، بالعكس أنا نطرته جاية أسطر. وأهم من هيدا كله يكون عنده أخلاق. بالحقيقة لزميلك، بالحقيقة خليني أفسر لك، بالحقيقة قدامي قدامي كاريزماتيك وكاريزماتوك وكاريزماتك وكاريزماتيك تك توك وكاريزماتك توك تك يم سليمان تك توك تك جوزك وين كان تك توك تك وتك توك تك وتك توك تك وتك توك تك شو مبسوطين عزوكم المسرحية كل شي تمام؟ أول مرة بتحضروها؟ لك كيف واردين لك 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 شو هالصطاف الخرع اللي عندك هاي عطوفي. كل ما شفنا لك اياها بعين كبيره نحن ما بنترك شيء علينا. انت بتعرفي تاريخنا يعني احسبي ابنك. لا ما في احسبه ابني، لا ما في احسبه ابني، انا ابني مش هيك بيصير فيه. انا ابني نالراد نالراد. اذا الله طعمني ولاد رح اعطيه رعايه. صدقيني يا مدام لفت صغيره منك بيعلو علامات ابنك منو لحالهم. معك حق، يمكن احنا مصريين من هالناحيه، بس تعرفي عنا وجبه وطنيه كل اولاد الوطن اولادنا. بس مش حساب ابنك. شو بنا ولدنا جو هيك؟ خلونا بالمفيد. اسكتي انت، اسكتي جويت الدبليو سي. ايه فوتي نط فيون. شو الهوبي تبعي؟ نعم شو الهوبي تبعي؟ البوبي تبعي شيلو. الهوبي الهوبي هويتي، هويتي الباسكت بول. كثير شاطره بالباسكت بول لان بدها طول بتعرفي. انا مره بعت وراي على الكهرباء. ايه ما كنت دافع الفطور الان. من هويتي ايضا العاب الكوى والمصارعه الحره. المصارعه الحره ايه حره لك معي شيء. والسمك الحره كثير شاطره بعمل السمك الحره. وانا كمان. من هويتي ايضا التطييز. شو التطييز؟ التطييز طروزه درجه اولى. انا وبنت عمتي طروزه كل ليله بنطرز على الموسيقى. اوه اي نوع موسيقى؟ كلاسيك هواره. ما بتسمع لاديت بياف؟ دلعونه وميجانا. واديت بياف؟ لا كويسه عندها مستقبل. الله يرحمها. نعم الله يرحمها. ما تقولي لي من زمان. ما تقولوا لي ألا مورتي. لما قلتوا لي أنا عيونه. يلا كلنا رايحين، ناس بتسبق ناس. طيب شو بتحبي لأكثر شي لابياف؟ أي غنية؟ كلهم. سمي لي وحدة لابليبال. هلا بليبال بحبها كتير. راسبك لابياهو. واو واو لك وقف شعر بدني. أسيبو أسيبو. عم يسألوني شو بقى شي إشي؟ عمالك تسمع لفياهوس؟ إيه ليزا بتغنيها كتير حلو، أصلا ما بتعرف غيرها. يا ريت تسمعينا إياها. شو رأيك نغني أنا وياك؟ لا أنا ما بعرف إنه بعرفها بس بستحي جو مسويتي ميديي. يلا يلا هلا بتتحمسي وبيمشي حالي. يلا 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 هلا كارثة. خد عجرسة هلا. أي طبقة دخليك؟ على الغنينة. لا عالية علي بدوخ على العالي. فيكي تعطيني اياها على الفامسار؟ وين؟ على الريمكار. شو هالطبقة؟ هاي طبقة جديدة. لا بدك تابعي الفن ثقافة متجددة. برافو عليها. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. بعرفة. Il me dit des mots d'amour, d'amour, des mots de tous les jours, les jours. Et ça me fait quelque chose. هي
يا مدام بديعة، ولا أصرف من هيك. تفضلوا على العشاء. شو طبخين اليوم؟ عندي كلمة شفلت أفلام، سمع فيها؟ سمع فيها. والكهزي أجريسي سمع فيها؟ سمع فيها. والبيتون يا وصمو؟ لا مش سمع فيها. هيدي أنا بارتي. أنا بارتي سمع فيها وبعرف أعملها كمان أنا بارتي. هيدي بتجيبي نتفة أنا با، بتهرميه الناعم، بترشي فوق رشة قرطيه. ودوق يا معلم. تفضلي سعادة المديرة. شو بقى شي شي؟ على راس الطاولة. ميرسي بالإذن. شو بدكم تشربونا؟ خلص بزيادة شربنا اليوم، رح فوتنا حيطان، برق لها الليلة على خير حش تتهبلك، شو ياخد حبوب؟ شو شارب؟ وعشوائي ما تهورنا. لكي بطل بدي ها. لا دخيل أرض أخوها، وصلت ليه بالتم؟ إلا ما تلأمن علي، ما بكفيت بالملغوصة كرمالكون، لابس مرة كرمالكون. كرمالك. رح تظهر من هون تحقق كل احلامك، فخفف لي خوف وفوضى وركز شوي للقصة هي تمرقة. سعادة المديرة هدومك لبيتنا شرف كبير لإلنا. ميرسي. وهالمناسبة العظيمة حبينا نحضر لك مفاجأة سارة أعدت خصيصا مناسبة حلولك ديارنا العزيزة. ميرسي. واسمحي لي وكونك من محبي الفن والثقافة نقدم لك لوحة فنية رائعة، النجم الأول في الغناء كارم مكارم. مساء النور. يا هلا يا هلا بالحرام يا هلا. حرام القلوب يا سرق لنا قلوبنا من محلنا يا نسام. الله يخليك. شو هالمفاجاه الحلوه هيدي؟ شفتي كنت عارف رح تنبسطي فيه، هاي مفاجاه للكل حتى ليزا ما معها خبر. قريب مش واعي جدك قريب. شو بها بهالشيء؟ ليه بتعرفوا حضرتك؟ كريم صديقي العزيز حبيت تشوفيه شخصيه. طب وشفته من وقتها ما عاد شفت صوره وجهه. نعم. شو حلوه غنيه يا عقلي لبقى تسال. اوه هيدي من اجمل ما كتبت. هيدي من اجمل ما كتبت. ومن اروع ما لحنت. ومن اروع ما لحنت. ومن اجمل ما غنيت. ومن اجمل ما طرقت. طرقت في السوق مش واعي شو حلوه هالغنيه. مين عملها هيدي؟ أنا طبعاً. مين عملها هيدي؟ أنا. ولا مين عملها؟ لا أنا. طب قربي شوي عايزتك قربي شوي. من شان شو؟ من شان شي؟ بدي بوسك وفي بوسك ولو هيك بعمل معجبي. سعيدة بشرفك ما تنزع كل شي بليز. ما حدا يدخر هون هونيك، هون هونيك أنا صدقت طلقطت فيه. كم؟ كم تدوع كم؟ قرب قرب المديرة حابة تعبر عن إعجابها فيك يلا. صراحة أنا مهووسي فيك، أنا عقلي فيك وقلبي فيك وروحي فيك وإجري فيك. تعال. شوفي في شي كثير برغش. مش معقول البرغش اليوم، في وحده على خدك دخلت. شو هيدي يا نافذ بي؟ روق روق انفخنا فيها شوي. شو بك مكربان؟ شو هالموديل هيدا؟ شد حالك يلا احكي لك كلمه. الي الشرف حضرة المديره اني اتعرف عليكي. صديقي معالي خبرني عن لطفك وكرمك، وانا حقيقه حبيت احيا الحفله الخاصه بصوتي الشخصي. واو. فجيت انا واوتاري مع فرقه الاستعراضيه لاحيا هاللقاء. رح بتكون محطة مشرفة بتاريخ الفني بحيث التربية والفن توأمان لا ينفصلا. ما فهمت شي. الفن لازم يدخل بالتربية والتربية لازم تكون بالفن. يا بلا تربية. سؤالك؟ يلا يلا متعونا قدمونا شي مسارة الحلوة. سعيدة ليه حتنتقم منه؟ في 200 ألف دولار بدأ ما تنزع كل شي كرمال 2000 حق الغنية. قصاصة مبدأ سرق لي فني سرق لي أحاسيسي. خفف لي أحاسيس ومشينا صرنا على آخر. خليكي حدي ما بيكفل شو بصير. سيداتي أنساتي سادتي اسمحوا لي أقدم لكم النجم الأول كارم مكارم. يا عقلي لا بقى تسأل كيف ومين وليش هواي، انت ما بتفهم بالحب ولا بلغة العينين. يا عقلي لا بقى تسأل كيف ومين وليش هواي، انت ما بتفهم بالحب ولا بلغة العينين. انت عايش بالسؤال خاصة انت والخيال، ارتاحوا ريح لي هالبال اتركوا يتلاقوا الألمين. يا عقلي لا بقى تسأل كيف ومين وليش وين. يا عقلي لا بقى تسأل كيف ومين وليش وين، انت ما بتفهم بالحب ولا بلقيت العينين. انت عايش بالسؤال خاصم انت والخيال، ارتاح وريح لي هالفال اتركن يتلاقوا الألمين. يا عقلي لا بقى تسأل كيف ومين وليش وين. كل عمرك من قلبي تسرق فرحة أوقاته وتسكته قبل ما يحكي فجأة يخفوا دقاته. عمرك من قلبي تشكي تسرق فرحة أوقاته وتسكته قبل ما يحكي
تحكي فجأة يخفوا دهاتهم. هلا دوره يقول لك لا هالمرة ما معك حق. شو هاللحن الحلو؟ شو هالكلام الحلو؟ شو هالغنية الرائعة؟ ميرسي الله يخليك. عبقري عبقري. ميرسي الله يخليك. كيف شفتي هالغنية؟ أنت كيف شفتها؟ كيف لقيتيها؟ أنت كيف لقيتها؟ خبرهم كيف لقيتها؟ وين لقيتها ومع مين لقيتها؟ إيه فعلا كلام، خبرنا كيف طلعت معك هالغنية؟ كنت واقف. كنت قاعد، أنا كنت واقف. على بلكون الفيلا، وقف. بدق التليفون. لا. بلع. لا. بلع. ست بديعة، خلينا نسمع الأستاذ كريم. فجأة خطرت على راسي فكرة، إنه ليش ما بحكي عن الصراع بين العقل والقلب؟ يا قلب لا هي، يا قلبي كبير، اسمعني من قلبي. لا. بلع. لا. بلع. ست بديعة، خلينا نسمع الأستاذ. تعبت كثير فيها. إيه تعبت كثير فيها. استهلكت كل أحاسيسي. وقد أخذت معك وقت؟ حوالي سنة تقريباً. طيب بيقولوا إنه عندي مش أنت كتبها، كتب لك إياها شاب موهوب وأنت طرقت منه صحيح؟ إشاعات، إشاعات مغرضة، تخيلي في إشاعة طلعوها علي، قال أنا باكل حقوق الناس. ليش لا؟ أنا آكل حقوق الناس. ما بتصير؟ ما بعرف، وفي إشاعة ثانية طلعوها كمان، الأغنية مش أغنية. هي مزبوطة. الأغنية مش إلي. خصوصي هاي. على طول الناس عم يطلع لي أخبار عارية عن الصحة، ليك أنا مثلاً السرقة أموال الوزارة. ليش لا؟ وإنه المشاريع الكبيرة بحط منها بجيبتي. ما بتصير؟ أكبر حزب بالعالم هم أعداء النجاح. اسم الله عليك شو ناجح، صوتك بجيب كل الطبقات، يا عالي يا واطي. يا عالي يا واطي. لك فيي اتصور صورة أنا وياك الفوتو؟ طبعاً. بدي كبرها وأخذها للدرك، علق قبل ما تقلب ليش حدا يصور نعمله معروف؟ أنا بصوركم بالتليفون. صورينا. صورت. بعد وحدة. صورت. بعد وحدة. خلص صورت. بعد وحدة أنا صدقت تطلقطت فيه. نافذ بي، أنا بدي أضطر أمشي، تبهدلت كفاية. شو هالمت وحشة هيدي؟ خليك معنا العشاء. لا لا لا، عندي ارتباط بمطعم الطش طيزة ودجا تأخرت، وبتعرف أنا ضايق بمواعيدي. سعادة المديرة، تشرفت بمعرفتك وانبسطت شفتك. في برخشة على صنديحتك دخلك. خلينا بالمفيد. بالمختصر بلف ودوران، هيدي الشنطة إلك باللي فيها، إذا حطت بتتكرمي بعليها شأن علامات الصبر. ليش شو فيها؟ 300,000 دولار. مش قليل؟ يا أختي بنزيدوا 100. وحياتك مش بالرسميل ما بتوفي. طيب 500 منيح؟ بنكون كيدنا، بترضى نكيد؟ طبعاً لا، 600. و50. 50 يا أختي اتفقنا؟ اتفقنا! إنه المفروض بقرا علامات الصبي من بعدها بنعمل كونفيرماتاسيون للديل. يا اسمر، خلي مازن يحضر لي شنطتين على السريع. حاضر. هودي علامات الصبي. أوه أوه. مين حلوة؟ نو نو نو، سيد فيرجلناك. من زيد أبلون، بيزبطوا. سانك سرفا على الدكتيش، وتخمين ما بيسمع الصبي. أكيد عليات والشريعة طريش. شو بتصير؟ كيز منيح. لا لا. ساز وحياتك أكثر من هيك ما بتوفي مش بالرسمين. أوكي. سيرو سيرفا على المات، مع إنه بيو شاطر بالحسابات. شو بتصير؟ بيزبط حق الحبرات، موين دو تي في أ. ثلاثة على التاريخ؟ لك ليش هذا تاريخ؟ هيدي أفلام، يلا فاس رفع على التاريخ! يا عذرني شو شاطر نافشي فاس رفع لي صوت! برافو! دو على الجغرافيا، لشو عم بيعزبون درسون الجغرافيا؟ ما رح تتغير كلها سوا بكرة! هلا بس ادق أوباما اسألوه! يلا ديز نفس رفع على الجغرافيا! ليش مش فاهم؟ بعد في مزارع شبعة شو بكي! دوماج! كنت حابي جيفا! يلا قريبا بجيفا! واو هدي حط العلامات على ذوقك، شي ديز نفس جيفا مشان التمويه! يعني بيطلع الأول بالصف؟ طبعا تعب الصبي بيستاهل ولا. وهي متى بتسلمينا الكرنيه الجديد؟ ايه لانه هيدا صار عتيب غيوم بدنا نبيضه يقبرني ببيض الوجه. قريبا ببعتوا بالبريد السريع. باباي. انا سعدتك. لا عطيتكم كثير من وقتي. باباي. بس ما اكلت شيء؟ عندي قومي بكير بكره على الوحده الظهر. باباي. كنا حابين نربحك اكثر من هيك. يلا لك خير، ستي جاي مثل هلا ما نرجع نشرف، بده يرجع يسقط الصبي ونرجع نجي. الله لا يقدر. مدام مدام ابنك عم بيقول لك على طريقته انه مشتاق لكم، ما تخلوه يشتاق لكم. باباي. ما تروحي لحظة! حضرة المديرة!
هيدا كارتي الشخصي، اتصلي فيي ساعة اللي بدك، أنا بيعجبني ستيلك وعبالي بصير أشوفك أكثر لنعزز التواصل بيناتنا. ومرتك؟ مرتي؟ بلسة مرتي، نحن مجوزين دي الناس بس بتعرفي، كرمال الصورة الاجتماعية، بس أنا فري. يا عيني هالصبي منيح اللي بيجيب صفر مش أقل. مدام بديعة هيدا كادو صغير، أنت شوفني يا جاست منالك، النطق ساعة مركي ساعتي. مدام الهدية هي إنه تعطي ابنك ساعات أكثر، أنت عندك نعمة مش عارفة قيمتها. في ناس ميتة على ضفر ولد. أنا عم بعمل واجباتي بس ما فيني وحدة كمان، بيو ما معه خبره. نعم، أنا عم بقدم له كل شيء، عم بعمل واجباتي كباي للآخر، بس ما فيني يكون بيو وأمه. ليش أنا بشو مقصرة؟ ليزا محضورة هلا. لا احكي أنا عندي حكي كمان. ليش عم بشوفك الصبي عايش مع الخدم، أنشأ تعطيه من وقتك مع تربيح جبيلي، الصبي بحاجة لاهتمام منك من أمه. ليش حضرتك وينك؟ اللي فكرك إذا بتعطيه مصاري لابنك هيدا كل شيء، ليش أنت بتلكشو بالك بشغلك وسياستك البلا طعمة؟ ما تقولي بلا طعمة؟ أنا ركن من أركان الوطن. أي ركن أي ملوط؟ ما تخليني أحكي نافذ، في ناس. شو بدك تحكي؟ شو بدك تقولي؟ ليش أنت لو مني صرت تعرفي تحكي أصلاً؟ ما تنطش وتشلح، كل الناس بتعرف مين بيفسك على الزرار، ما تفكر حالك شايل الزير من البير، أنا اللي بعرف برأسنك. ليه ما حكيت الحكي وقت اللي تجوزتيني؟ وقت اللي كان بيك عبواب الإفلاس، كنت سايح بسحف لتاخدي مال وسلطة وجاه. وأنت قطفت زهرة شبابي، أخذنا من العرسان واقفين بالصفين، حرقت أحلى أيامي معك. كله بحقه يا ألماصة. غلطت وأخذت واحد مثلك. أنا اللي غلطت وأخذت وحدة بالأصل مثلك. عملت منك بني ادم مش تهنيني وتهني ابنك بمشاريعك تبع طعمك. احترم حالك نافذ، هيدي مشاريع انسانيه لانقاذ طفولة من الاهمال. ايه خلصي ابنك من الاهمال وبعدين شوف ولاد العالم، ولا بدك ضلك حد حبيب القلب مسيو موريس رئيس اتحاد جمعيه الطفوله. نافذ كو فكرك انا مش عارف قاعد تسحبي من حسابي بحجه دعم صندوق الجمعيه حضرتك قاعد تعبي المسرده معي. نافذ ما بيكفي. شو حلو هالمسلسل. بعدين ما تنسى انه نحن هيك متفقين كل واحد حر بحياته. اصطفلي اعملي اللي بدك اياه بس مش حساب تربيه ابني صبر رح يتعقد اهمالي. ليش حضرتك من شو بتشكي؟ على كل حال نافذ مالك معي، انا بدي اعمل اللي بدي اياه. وانا بدي اعمل بدي اياه، شو بتعملي بعمل؟ تظهري بظهر، تصرفي بصرف، تهملي بهمل، بتحبي؟ بحب، ما زالك هيك رح اعلن قدام الكل عن اعجابي من اول نصره لهالست الفاضله مدام بديع. بحياة الله. اي نعم، انا معجب فيكي ورح اعلن قدام الكل ما زالك هيك انه خلص نويت على الخير. طبعا اذا انت بتوافقي. فكر بالموضوع. ست بديع أنا مستعد أرتبط فيكي لو هالشغلة ما توصل للطلاق من ليزا. أنا حاضر، أنت حاضرة؟ إنه مرسي على الأوفر بس أنا مرتبطة جو مسوي أونجافيه. دوماش كنت حاب أنت تربي لي ابني. نافس هيدا ابني مثل ما هو ابنك. بدي إياك تعرفي أنت إنه هيدا ابنك. نافس ما تخليني بق كل شيء. أه بعد في بق. قولي لك قولي بتقولي شغلة بقول اثنين. نافس كنت ليزا اسكتي. خلص صفيت ضبضبة وتوحد أعصابي قبل فوات العوين. ما عليك في مدام تحت بدها تفوت بالقوة، اللي مضيع جوزها. من هي؟ ما بعرف، إلا ساعة مطفش فينا. زيحوا هيك، وينو؟ منو؟ جوزي وينو؟ هلا بدي أعرف. جوزي كانوا شو بده يجيبوا لهون؟ أكيد أنت مغلطة مدام. لا ماني مغلطة، قال إنه نازل عند معالي الوزير يطالب بحقه من يومين ولهلا ما رجع على البيت، انشغل فكرة عليه. مين هيدا؟ أم عليك، هيدا المواطن يلي كان عندك موعد معه من يومين بس ماما ما عاد إجا. ما إجا لهون؟ وين راح المحتيل؟ كذاب فرجي كيف عادي. لا مش كذاب بس بيكون صار معه شيء على الطريق. يا ربي دخلك شو بده يكون صار معه؟ دخيلك يا معالي الوزير رد لي جوزي. طولي بالك يا مدام، طولي بالك. معاليك اللي المدام مجوز وعم بتفتش على جوزها. روحي تشوفي بالي لجوزها، فتشت عليها منيح؟ دعيت له خطه مسكر. هو ما دق لك من يومين؟ بلا. شو قال لك؟ قال لي انه باقي ببيروت يومين زمان وبيرجع. افهمي عربي. بس انا لعب الفار بحبي، ليه بده يبقى ببيروت؟ بيكون عنده شغل. شغل شو؟ ببقى بخبرك، ببقى بخبرك. كل عمري يخبرني الشاردة والوردة، ليه هالمرة ما قال لي شغل شو؟ أكيد عم بخونني مع شي وحدة. بكيف بده يخونك مع وحدة وهو وحدة؟ طمني بالك جوزك آدمي. ليش أنت بتعرفيه؟ بس آدمي. ما عجبني صوته على التليفون، حسيت في إلا بالموضوع. لك إني بشو؟ الله خليكم طمنوني عنه، حدا يقول لي وينوه؟ بس تفتش عليه. لا مش فالي من هون قبل ما لقيه، هو قال لي جاي عند معالي، اذا معالي ما بده لقيه مين بلاقيه؟ عم ببعث لك دوريه تفتش لك عليه. لا 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 عزمه جوزك قد حاله، طمني بالك. ما تشدي ايدك. لمن شو بيشكي جوزك؟ هلا وقت تحقيقاتك انت. شو مأثر عليكي جوزك؟ اول شيء مزاجي. وانت كمان. وعصبي. وانت كمان. بغار علي كثير. وانت كمان. مش حلو الغيره هلات، شو ما عنده ثقه فيي؟ بلا. او ما عنده ثقه بحاله؟ بلا. وليه بغار علي هلات؟ لانه بحبك يا غشيمه. وانا بموت فيه. حبيبتي انت، حبيبته انت، هذا خلص فهمت علي. ما بعرف، مرات بحسه مخبى بثيابه. ايوه مخبى بثيابه، اليوم تحديدا مخبى بثيابه. بصراحة ايه بغار عليه. ليش هو نسوانجي؟ عادة لا، بس ما بتعرف شو بصير بعقل الرجال فجأة، جنسه بخوف. هو اليوم مش من جنسه. ما فهمت. ساعتين زمانه بصير بالبيت. شو بياكد لي؟ عايدة روحي على البيت. مش فلي من هون. عايدة روحي على البيت. بدي جوزي. عايدة افهمي عربي. ما بدي. روحي على البيت عايدة. ما بدي. روحي على بيتكم بشارع البليني بنية كسرى الطابق الثالث الباب اليمين عايدة. ما بدي. انا عربي عايدة. ما بدي. عايدة. عايدة.
المطرح. كان بيحمل شنط، افهمي عربي بقى. بليز قولوا له اذا حدا شايفه ما يتهور، نحن مش عايزين بقى مصاري. قولوا له بدي اشوفه، بدي خبره خبريه حلوه. خير؟ بدي اقول له انه انا حبلي. شو؟ الحمد لله اليوم عرفت، صرنا سنين ناطرين على الخبر الحلو سوا، ولما صار عرفته وحده هو منه معي. بدي بشره. وينك يا سعادة؟ وينك؟ أنا هون يا قلبي، أنا هون، أنا معي. سعادة؟ وطي صوتي، كيف عرفتي؟ شو عامل حالك؟ بعدين بخبرك كيف عرفتي؟ امبارح أنا تأكدت وعملت فحص بالمختبر، طلعت النتيجة اليوم. سعادة وأخيرا رح يصير عنا ولد. اسمك خذنا برا على السريع فهمها كل شيء. تعال لك. لا سعادة تعا معي. لحق قلبي لحق، اتركيني أنا بدي أوقف هون. سعادة بشرفك ضبط أعصابك شوي. خلص لازم تخلص هون. أوعى مصريات صاروا معك وحرزانين، حرزانين كتير. تفكر فينا، فكر بمستقبل ابنك، كيف بدك تعيشه؟ الله كريم رزقته بتجي معه. ولأنه الله كريم زبطت معنا الليلة ورزقته اجت معه. يمكن الله عم يعطينا إشارة نوقف. أنت لمست الوضع بإيدك، هودي الجماعة سرقتهم حلال. سرقة سرقة، حلال أو حرام. سعادة بعد خمس دقايق بتاخذ مصريات وبتظهر من هالبيت وبتخلص المسرحية. أنت أكيد. يلا خلصنا. بركي ارتدت علينا. مشينا بلا ضمايرك هلا. شو هالناس رد شودي؟ سعادة مريرة استري ما شفتي منها، واللي صار قدامك أرجو ضل بيناتنا وبيناتنا وحدنا. أكيد أكيد. حضرة المديرة بليز، أنت شفت الوضع، انتبهي لنا عفيفة، ما لنا غيره بليز. الله معك، خلينا على اتصال. شو رأيك الشخصي؟ ما عليك. في مرة ورجال برا المعزومين على العشاء عند حضرتكم. مين هودي؟ اللي هي مديرة المدرسة تبع الخواجة الصغير وجاية مع جوزها. مديرة المدرسة؟ مديرة؟ أي مديرة؟ ما المديرة هون؟ هيدي وحدة كذابة. كذابين، اتصلوا بالبوليس. اسبير؟ ما تقلي؟ ماي، الصيت تنفن والغي المديرة الأصلية. الله لا يوفقك يا اسبير. سوري. نافي شو عم بيصير؟ ما بفهم شيء. بونسوار. مين حضرتك؟ مدامتي بديعة مديرة المدرسة كنا داري سوشيال، وأنا جوز عنارة. كذابين، اتصلوا بالبوليس. مين أنت؟ أنت مين؟ حضرة المديرة. كيف شيل البريكة كذاب؟ أي شو هالحكي؟ مرتي مديرة المدرسة من 3 سنين. شيري فرجيهم بطاقتك. وهيدي مين؟ أنا سعيد. لا سعيد، سعيد مسعود من السعديات. بعتذر ما عليك، علقت عندي بالغلط، عملت حالي السكرتير. عرفت إنه في مصاري بدي أتنكر، جيت أخذهم، كنت عايزهم. مرتي كان بدي عملية مشان جيب أولاد، بس هلأ خلص خلص. هذي اللي كانت هون مرتي عم بشن إنه أخيرا رح صير بعي، وأخيرا بعيون الناس الجاهلة رح صير رجال. لثبت رجوليتي اضطريت أعمل مرة. تجر ما عليك، هولي مصريتك، عمول في اللي بدك إياه، حبسني إذا بدك، بس 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 مش أكتر من 9 أشهر. الله يخليك، خليك يكون حد مرتي هو عم تولد. لا خليهم 7 يا سكي، بركي خلفت بالسابع. أنت اسكت. ما عم بفهم شيء، نحن وين وهيدي مين؟ أنتوا ليش ما عليك؟ يعني أنت نصابة، أنا كنت حاسة عليك. باردو مدام. نافس اتصل بالبوليس على السريع. نافس اتصل بالبوليس. روح يا ابني روح. نعم. وخذ هولي معك هدية ولد جديد. وصليني فيه والله خلصني اللي أنا فيه. أنا إنسان كمان إنسان، روح هوم نصيبك، الله يوفقك. نافي ليزا ما خصك. ما عليك ما بقبل. أنا اللي ما بقبل. روح وخلينا على اتصال. ما عليك، أنا رجال. وأنا هلأ عم بحكي من رجال لرجال. بهالمصريات تسكت على اللي شفته هون، سامع؟ سامع. لا سمعت ولا أشاهد، سامع؟ سامع. بتقول لك العادة تنتخبني، سامع؟ بس ما عليك، نحن ما بننتخب بالمنطقة. فزن، هات واحدة منهم. بس فينا نقول نفوسنا إذا بدك. فزن، خذوا الدينون وادعي لنا بالتوفيق. الله يوفقك، ما عليك، الله يزيدك، الله ينجحك يا رب. ما توزونا يا جماعة، استروا ما شفتوا منا ساعة المديرة، ما توزيني، ما عرفت قلتك مظبوط مش مطمو صراحة. كنت مفكر حالي أبشع مرة، طلعت أنت أبشع بكثير. يلا زمطنا أبيان طور. نافس كيف بتخلي يروح هيك؟ هذا كان عم ينصبنا. هيدا الزلمة علمني إشي كتير. ليزا نحن لازم نلاقي حل لقصتنا. أوكي شغي، خلينا نستقبل سوا المديرة الأصلية ونرجع عن جديد. بدي أرجع أطبخ عن جديد. اسبير زمطنا زميت من سطلنتك. يا أهلا بسعادة المديرة، شرفتينا. أهلا فيك. وأهلا بزوجك الكريم. أهلا فيكي. حضرونا ضيافة جديد وكركتاب جديدة. نافس هيدا هو. من هو؟ رئيس الجمعية السف. أي جمعية؟ صحيح، أنا رئيس جمعية رجال جنب النساء، صار لي 3 سنين بهالموقع. نافذ، هيدا اللي قعدني ورا بالصبحية من يومين، خلي هلأ يعتذر مني. ليش حضرتك كنت بالصبحية؟ ماما معك خبر كمان؟ نافذ ليزا ما فينا نعمل شي هلأ. بده يعتذر مني. نحن لازم نعتذر منه، ما ببتلش هالصبي. لا بلا لا. آه شو بعمل؟ انت خبيت على البيت ما فيش صبي يسقط. وانا خففي لي انانيه ومري لي هالليلة بقى. عفوا ستة ما فهم عن شو عم تحكوا. ليزا سلمي على الاستاذ، سلمي على الاستاذ.
أشطتي؟ تفضلوا على العشاء. تفضلوا يا جماعة. اسبير أنا مش عم صدق، معقول خلصت بالسلامة؟ ما هي إذا خلصت خلصت بالسلامة. الحمد لله. ما عليك بعد إذنك بدي حقي، في هالألفين دولار حق الغنية إذا ممكن تظبطوا لنا إياها. ولك روح.